السلام عليكم يا مصريين يا ناسنا الشقيانين الطيبين. هنشوف معاكم أخبار بلدنا، ادعوا معانا تنصلح، قولوا أمين. آمين يا رب. حلقة جديدة من استوديو النواب هنناقش فيها مع حضراتكم كل ما يتعلق بمجلس النواب من خلال ثلاث فقرات. الفقرة الأولى إن شاء الله هتكون فقرة الانترو، أهم أخبار البرلمان في أسبوع. الفقرة الثانية هتكون عن اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان مجلس النواب بعد التعديلات اللي طرت عليها في الفترة الأخيرة. الفقرة الثالثة إن شاء الله هتكون عن مركز ومكان مهم في بلدنا زي ما متعودين مع حضراتكم في البرنامج، والنهاردة هيكون من نصيب مركز العياط في محافظة الجيزة. هيشرفنا في الفقرة دي النائب محمود الحفني عضو مجلس النواب عن مركز العياط. في الفقرة دي هنفتح التليفونات لحضراتكم أهالينا في مركز العياط لعرض أي مشكلة بتواجه حضراتكم هتعرضوها على نائب دايرتكم الأستاذ محمود. يا رب نكون ضيوف خفاف على حضراتكم. هنبدأ مع حضراتكم فقرة الانترو بخبر من السيد المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، اللي قال إن المجلس هينظر في جلسته العامة يوم الأحد المقبل بمشيئة الله بعض مضابط الجلسات اللي تم الانتهاء منها، ومن بينها المضابط الخاصة بالقرار بقانون رقم 18. الأمين العام لمجلس النواب كمان قال الأستاذ أحمد سعد الدين قال إن الأمانة العامة لمجلس النواب والخاصة بالمجلس استقبلت ثلاث طلبات لرفع الحصانة عن نواب في المجلس. احنا بنتكلم في أقل من شهر وفي طلبات برفع الحصانة عن عدد من النواب، وكمان المجلس رفضها لعدم استيفائها الشروط القانونية. أمين مجلس النواب كمان قال إن الأمانة العامة استقبلت حوالي 50 إخطار بطلبات حول بطلان العضوية جميعها منظورة أمام القضاء، وإن دور الأمانة العامة لمجلس النواب فقط هو إخطار النواب المعنيين بموعد الجلسات الخاصة بالإخطارات دي أمام القضاء المصري. أما بالنسبة للائحة مجلس النواب الجديدة واللي بتعدها لجنة تعديل للائحة مجلس النواب، اللجنة وافقت مبدئيا على السماح برفع حصانة عضو البرلمان بالادعاء المباشر أمام القضاء المصري إعلاء لحق المواطن. المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة أكد كمان أن طلب رفع الحصانة هيكون عن طريق الجهة القضائية المختصة. لجنة التعديل للائحة مجلس النواب كانت قررت في اجتماع سابق شيء آخر، وهو إن هيتقدم طلب رفع الحصانة عن طريق عن نائب البرلمان من خلال مجلس القضاء الأعلى فقط بدلا من وزير العدل والنيابة العامة. كمان عدم جواز طلب رفع الحصانة من خلال رفع أي جنحة بالادعاء المباشر، لكن الأمانة الفنية لمجلس النواب أكدت على عدم جواز إلغاء الادعاء المباشر للمواطنين المصريين وإن ده حق أصيل للمواطنين. وأشار كمان إنه كان هناك تخوف لدى عدد من الأعضاء من كثرة الدعاوى والشكاوى الكيدية من بعض المواطنين وكمان من خصومهم في الفترة المقبلة إذا ما كان هذا الأمر هيتم بالادعاء المباشر. طيب بينضم لنا عبر الهاتف السيد النائب مصطفى القمار عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية في مجلس النواب. سيادة النائب بداية أهلا بيك معنا في استوديو النواب. أهلا بيك يا كمان، ربنا يخليك. أهلا بيك يا فندم. يعني بنتكلم دلوقتي على رفع الحصانة هتكون بالادعاء المباشر للمواطنين، مش هيكون زي ما كان اتقال في الأسبوع اللي فات عن طريق المجلس الأعلى للقضاء. شايف ده إزاي؟ لا، هو المجلس الأعلى للقضاء الأول كانت لوزير العدل. الادعاء المباشر مش هيتلغي، ده ما ينفعش يتلغي، لان انا النهارده اي مواطن له الحق ان هو يطعن النهارده في رفع الحصانه لاي سبب ما هو شاف ان النائب دوت يستحق ان يترفع الحصانه من وجهه نظره. بس ده ممكن يفتح شكاوى كيديه وادعاءات يعني كتير. والله شكاوى كيديه هيتم التحقيق فيها. هي شكاوى كيديه، هتجيلي النهارده شكوى كيديه، ما دلوقتي تقدم بالفعل شكاوى. هل هي اتعمل فيها ايه؟ دي هيتحقق فيها وهتتعرض، وبعد كده هتيجي تتعرض على المجلس وهيتاخد باغلبيه الاعضاء. اصل هو مش الحصانه هتترفع كده بدون ما ترجع للمجلس، ما لازم ترجع للمجلس. ان كان في سبب يستحق ان تترفع الحصانه فخلاص تترفع. هو اللي معاه الحصانه دوت يعني ما هو واحد من الناس والناس اللي جايباها.
طيب نفهم مع حضرتك ونفهم مشاهدينا الكرام واحده واحده طريق الادعاء هيكون ازاي. المواطن اللي عنده دعوه برفع الحصانه عن اي عضو من اعضاء مجلس النواب هيتوجه مباشره للنيابه العامه، صح الكلام ده؟ بالظبط كده. والنيابه العامه بدورها تتوجه لمجلس النواب بطلب رفع الحصانه عن العضو المذكور، صح؟ بالظبط. ولكن طيب، كل الموضوع حته القضاء الاعلى مكان وزير العدل. اصل النهارده ما هو وزير العدل النهارده بقى جوه الحكومه، ما احنا برضه عايزين نكون صراحه. بقى جوه السلطه التنفيذيه، الاول ما كانش فصل كده. بين السلطات يعني. بالظبط. فالنهارده لو انت سبت وزير العدل، معلش انت ممكن تكون بتخدم النائب من جهه ومن جهه ثانيه معلش بتخدم برضه وزير العدل، احنا عايزين نكون واضحين. يعني طب ما النيابه العامه سلطه قضائيه، لو انت بتفصل بين السلطات، طب ما هو يعني دي سلطه ودي سلطه ودي سلطه، عندنا ثلاث سلطات. ماشي، انا بقول لحضرتك النهارده وزير العدل بقى سلطه تنفيذيه. دلوقتي غير الاول، دلوقتي سلطه تنفيذيه. ازاي النهارده انا سلطه تنفيذيه؟ انا براقب عليه وهو اللي اللي ياخد القرار في الحصانه، ازاي؟ طيب انتوا شلتوها كده عن رئيس مجلس القضاء الاعلى كمان مش وزير العدل فقط. لا لا، هتبقى موجوده رئيس القضاء الاعلى لازم. ازاي؟ لا لا، يعني هيبقى في شقين كده، هيبقى في النيابه العامه او النائب العام فيها الفصل فيها من القضاء الاعلى. بالظبط كده. لا، واحده واحده يا سياده النائب علشان نفهم، احنا كنا بنتكلم على النيابه العامه دلوقتي. حضرتك دخلت رئيس مجلس القضاء الاعلى، عايز افهم الجزئيه دي. ان هيبقى الفصل فيها الاول كان بيتقدم طلب الاذن برفع الحصانه عن العضو الى رئيس المجلس من وزير العدل فيما يتدخل في اختصاصه قانونا، او ممن يريد رفع دعوى مباشره ضد العضو امام المحاكم الجنائيه. دي اللي كانت موجوده. فدلوقتي شال وزير العدل واتحط مكانه رئيس مجلس القضاء العام. بالظبط كده. انما انا من حقي ان ارفع دعوى مباشره، هرفع الدعوى المباشره كمواطن امام النيابه العامه. ده هيفتح زي ما حضرتك قلت اللي ما فيش شكاوى كيديه كتير جدا. طبعا مفيش مشكلة، هي هتبقى مجهود على التحقيقات فيها، وهيبقى فيه باستمرار زي ما حضرتك بتقول، ان هيبقى فيه شكاوى كيدية ايا كان بقى، من المنافسين كانوا موجودين، من المواطنين، ايا كان هيبقى فيه. احنا لسه بنسمي في المجلس، يعني لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، والمجلس فيه ثلاث طلبات دلوقتي برفع الحصانة. يا باشا ده ممكن الطلبات دي تكون جاهزة قبل الـ قبل الـ قبل الـ جاهزة قبل ما يبدأوا. ده طبيعي يعني، معلش بس احنا مش هنغير طبيعه بشريه. ولكن احنا بنحاول نحط امور تدي المواطن حقه، وفي نفس الوقت برضه لما اجي النهارده اوصل لحكم اوصل له بعد تحقيق يستاهل ان الحصانه تترفع. طب خلاص، في عضو فعلا في اسباب بتقول ان العضو دوت يترفع عنه الحصانه، اكيد هيقتنع الاعضاء الموجودين في المجلس بالاسباب اللي معروض عليهم، وبالتالي يوافق العدد المطلوب، يوافق وتترفع الحصانه. طب ده ما تمش، خلاص الحصانه ما اترفعتش، يتعرف ان حضرتك زي ما انت بتقول دلوقتي، اتعرف ان دي شكوى كيديه، ولكن في النهايه لازم تشتغل عليها ايا كان نوع الشكوى. طيب سياده النائب، دلوقتي بالنسبه للائحه الداخليه في المجلس، احنا كنا بنتكلم على مدار الاسبوع اللي فات كله على انها تكون يوم الاحد. ايه اللي حصل؟ مظبوط. لا ما حصلش حاجه، وحضرتك هي خلصت ومفيش غير مراجعه يوم السبت بس. والامانه العامه دلوقتي المفروض ان هي بتصيغها. ايوه. ولكن ممكن ما الوقت معاهم ما يفعهمش، لان هي خلصانه في وقت متاخر، لان برضه خدت مجهود كبير. انا عندي خبر مباشر اهو، امين عام مجلس النواب المستشار احمد سعد الدين استبعد امكانيه عرض ومناقشه مشروع اللائحه الداخليه يوم الاحد. بالظبط، انا بقول لحضرتك هم شغالين بيسرعوا عليها لحد اللحظه اللي حضرتك بتكلمني فيها دلوقتي، وهم في الامانه العامه موجودين لحد اللحظه ديت شغالين عليها بيفيقوا فيها، لكن هي خلصت. يعني هي حضرتك هي خلصت، هم 398 ماده وخلصوا، ولكن بتتصيغ عشان تتعرض يوم الاحد، ولكن الوقت ممكن ما يسعهمش ان هم يخلصوا الصياغه بتاعتها. طيب علشان نوضح للناس، عشان نوضح للناس واحده واحده، اللائحه معناها ايه؟ اللائحه هي اللي بتنظم الاداء الداخلي للنواب وعمل المجلس. بالزبط. بكل تاكيد. تمام. كان في اللائحه اللي موجوده تمام، اللائحه اللي قبل كده يا سياده النائب كانت اللائحه اللي كان عاملها الحزب الوطني قبل الثوره، و اللائحة دي كانت يعني بتدي له الأغلبية، فبتدي له امتيازات كبيرة جدا. بعد الثورة اللائحة دي فضلت زي ما هي، رأى أن الإخوان أو مجلس الإخوان وهم كانوا الأكثرية في المجلس، رأوا أن دي بتديهم امتيازات برضو كأكثرية في المجلس فأبقوا عليها. أنتوا دلوقتي بتغيروا اللائحة دي، إيه أهم يعني، هل تم تغيير الحاجات الخاصة بأن دي تدي امتيازات للأغلبية أو الأكثرية
ولا فضلنا زي ما احنا؟ لا، هي حته الاغلبيه والاكثريه دلوقتي طبعا، ومفيش النهارده الحاجه الوحيده اللي فيها مناقشه للجزئيه ديت هي حته الائتلافات. تمام كده، في حته الاغلبيه هي حته الائتلافات، وديت اتعرض ان هي تبقى عدد، ولكن احنا قلنا تبقى نسبه عشان دي بتتعمل مش للمجلس ده، بتتعمل للي جاي. فيبقى ايا كان عدد المجلس، لما تكون نسبه مئويه تمشي مع العدد اللي هيبقى موجود داخل المجلس. حتى حضرتك دي حاجه. الحاجه الثانيه بقيت كان في لجان موجوده، كانت يعني كانت موجوده الثقافه والاعلام والسياحه. طب بالمنطق كده الثلاث لجان دول كلهم يعتبروا ثلاث لجان محطوطين في لجنه واحده، هيتم الاهتمام بيهم ازاي؟ فطبيعي يبقى في تهميش لبعضهم. يعني السياحه النهارده معلش دي كان لابد ان تبقى لجنه لوحدها، فالنهارده اتفصلت فعلا السياحه وبقت لجنه لوحدها، عشان تبدا اللجنه تهتم بامور السياحه ومشروعاتها والكلام ده كله، عشان نقدر ننمي فيها، ان هي برضو من الحاجات المهمه جدا عندنا. الثقافه والاعلام مع بعض، وما زال في نقاش ان ممكن يوم السبت يتم فصل الثقافه لوحدها والاعلام لوحده، لان برضو الاعلام النهارده شيك كبير، والاعلام النهارده فيه حاجات كتير جدا لازم يتم الاهتمام بيها. اخر جزئيه، الهيئات البرلمانيه هتكون 5 اعضاء، اي حزب عنده 4 3 2 1 مش هيكون ليه هيئه برلمانيه. بالظبط. طيب ما هو كده، انت لو خليتها اقل من كده هتوصل لكام؟ هي كانت في اللائحه اللي فاتت ايه يا فندم؟ يا فندم؟ كانت في اللائحه اللي فاتت كام عضو؟ اللائحه اللي فاتت برضو كانت 5. كانت 5 برضو، يعني ما حصلش تغيير كتير يعني. طيب السيد السيد النائب مصطفى القمار، عضو لجنه اعداد اللائحه الداخليه في مجلس النواب، بشكرك شكرا جزيلا. طيب نروح لاقتراح الاستاذ علاء عبد المنعم، ويمكن يعني صعب شويه حصوله، انا شايف كده في الفتره المقبله، ويمكن اتمنى ان هو يحصل. الاستاذ علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، قال انه بيقترح على او هيقترح على رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال ماده جديده في اللائحه الجديده هتتضمن احاله كل من يتلفظ بالفاظ بذيئه او نابيه داخل او خارج البرلمان الى لجنه القيم في المجلس. اي حد هيطلع الفاظ نابيه داخل المجلس او خارج المجلس من اعضاء المجلس هيحال الى لجنه القيم. ده اقتراح الاستاذ علاء عبد المنعم. النائب كمان قال انه قال في اقتراحه انه هيعاقب في المره الاولى بحرمانه من حضور 10 جلسات، ولو تكررت هيحرم من حضور باقي دور الانعقاد، يعني عقوبه شديده، واذا تكرر للمره الثالثه هينظر في اسقاط عضويته من مجلس النواب. النائب علاء عبد المنعم كمان أكد أنه لا يمكن لممثل الشعب التلفظ بمثل هذه الألفاظ البذيئة، وإن كان لديه أي انتقاد بالعمل أو بالحوار أو بأي أسلوب، ولكن يبعد تماما عن السب والشتم، لأن ده لا يليق بنواب البرلمان. أنا عن نفسي أنا مؤيد جدا للمادة دي اللي بيقترحها الأستاذ علاء عبد المنعم، ولكن مش عارف دي هل ممكن تحقيقها في الفترة المقبلة ولا لا. أنا أتمنى أن هي تتحقق بكل تأكيد. كمان لجنة تشريعات الأمن القومي، وهي جزء من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وافقت مبدئيا على تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2003. القانون ده خاص بتنظيم الاتصالات، واللي قدمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. المستشار هشام حلمي أمين عام لجنة الإصلاح التشريعي في البرلمان قال إن مشروع مكافحة الجرائم الإلكترونية اللي هي بين قوسين كده القرصنة اتقدمت به وزارة الدفاع بعد إعداد دراسة من خلال لجنة شكلتها الوزارة بمشاركة الوزارات المعنية وطبعا الجهات الأمنية المختصة. أمين عام لجنة الإصلاح التشريعي كمان قال إن اللجنة وافقت مبدئيا على المشروع اللي بيتكون من 35 مادة بتضمن أو بتتضمن تجريم الدخول بدون وجه حق إلى أي موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو إساءة استخدام الدخول من حيث المادة المدة والصلاحيات، أو الدخول بطريق الخطأ. الدخول بطريق الخطأ دي مش عارف قدامنا كلام كتير فيها، والحصول على بيانات، هنا وضحت المادة بمعنى تجريم القرصنة المعلوماتية على أي موقع. بس هنا برضو اللجنة ما حددتش هل هيكون أو هتكون القرصنة على خاصة بالمواقع الحكومية فقط، ولا كمان هتتضمن المواقع الخاصة أو الجرائد الخاصة أو المواقع الإلكترونية العامة
ده اللي هيتضح في الفترة المقبلة. طيب نروح لقضية الألترس واللي كانت يعني شغلت الرأي العام وحضراتكم في الأيام الماضية بعد الأحداث طبعا اللي حصلت في النادي الأهلي وكلام عدد من النواب أو عدد من كمان برامج التوك شو وأخيرا كمان كلام رئيس الجمهورية عنهم. السيد المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب شن هجوم حاد على المهندس محمد فرج عامر المرشح لرئاسة لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب بسبب المقترح اللي اقترحه المهندس فرج عامر بأنه لازم الحوار مع روابط شباب الألترس في مجلس النواب. المهندس فرج عامر قال بعد هجوم السيد مرتضى منصور أنه تبنى الاقتراح ده اللي بيتوقف تنفيذه طبعا على رغبة غالبية أعضاء مجلس النواب لأنه بيأتي تماشيا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار مع روابط الألترس. طيب بينضم لي عبر الهاتف السيد المهندس محمد فرج عامر عضو مجلس النواب. سيادة المهندس أهلا بيك معنا في استوديو النواب. طيب يبدو أن الاتصال قطع. هنحاول مرة تانية ان احنا نتواصل مع المهندس محمد فرج عامر. طيب الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي التقت او بتلتقي النهاردة ليلا مع عدد من اعضاء مجلس النواب الشباب تحت سن 35 سنة في مقر الوزارة. بيأتي هذا اللقاء لبحث المشكلات اللي بيواجهها الشباب ومناقشة المبادرة اللي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة للشباب واعتبار عام 2016 عام للشباب. يعني خبر غريب ان الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي بتلتقي بعدد من الشباب، يعني اعتقد كان الاولى ان ينضم او يلتقي بهم عدد من الوزراء الاخرين المختصين بالشباب زي وزير الشباب والرياضة على ابسط مثال يعني. طب ينضم لي عبر الهاتف السيد النائب خالد ابو طالب وهو احد الحاضرين للقاء وزيرة التعاون الدولي. سيادة النائب اهلا وسهلا بك معنا في استوديو النواب. اهلا وسهلا. بدأتوا الاجتماع ولا لسه يا فندم؟ ابتدينا الاجتماع وخلصنا بالفعل. ايه اللي حصل بالظبط؟ ابتدينا الاجتماع وخلصنا بالفعل. ايه اللي حصل يا فندم؟ نعم؟ ايه اللي حصل في الاجتماع؟ الاجتماع كان الحمد لله اجتماعنا كان مجموعة من نواب الشباب. طيب شكرك، شكرا جزيلا السيد النائب خالد أبو طالب عضو مجلس النواب واحد المشاركين في لقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي مع عدد من الشباب تحت سن 35 سنة. طيب امبارح المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء التقى بعدد من أعضاء مجلس النواب عن خمسة محافظات وهي بورسعيد وإسماعيلية والسويس ودمياط والأقصر، وقال إن الحكومة انتهت من بيانها تمهيدا لعرضه أمام مجلس النواب. طيب عودة مرة تانية للسيد النائب خالد أبو طالب عضو مجلس النواب وأحد المشاركين في اجتماع الدكتورة سحر نصر. سيادة النائب أهلا بيك معنا تاني مرة تانية في استوديو النواب. أهلا بيك يا فندم، طمنا مرة تانية إيه اللي حصل في الاجتماع؟ الاجتماع كان بفضل الله كان الحمد لله كان اجتماع مثمر، كان اجتماع الوزيرة مع مجموعة من النواب الشباب. الاجتماع كان بيدور حوالين كان الهدف الاساسي بتاع مبادره الرئيس لتمويل المشروعات الصغيره وبدايه الصغر بمبلغ 200 مليار جنيه. دار الاجتماع 200 مليار جنيه؟ دول هيئتهم من ايه بالظبط يا فندم؟ ما هو كان اللي هي المنح اللي هي المفروض ان هي هتوصل هنا. المنح اللي هتوصل منين؟ المنح الخارجيه ديت اللي هي بورصة المشروعات الصغيرة في دعم المشروعات الصغيرة ومنتهية الصغر. 200 مليار جنيه. طيب تمام. ايه كمان يا فندم؟ تواصلنا معاه على كيفية التمويل المشروعات ديت. قلنا ان اللي عنده مشروع ومشروع هيكون جدي وهيكون المشروع ليه دراسة فنية واقتصادية هيتم تمويله بمبلغ 100 مليون 100 ألف من 100 ألف ل 200 ألف جنيه. على حسب جدول المشروع. تواصلت معاه كان انا كان ليا سؤال في اللقاء عن الدور الفعال للوزاره في دعم المشروعات الصغيره والمشروعات منتهيه الصغر وفتح خطوط الائتمانيه مع مؤسسات التمويل الدولي وايه المخاطر في حاله وجود مخاطر تواجه الشباب اللي هم هيتمولوا لمشروعاتهم الصغيره ديت في التعاملات مع البنوك والمؤسسات الماليه. فكان رد الوزيره علينا
ان هي الوزاره هتواجه المخاطر ديت بان هي هتفتح مده استرداد الاموال ديت على مده طويله، وان الدعم هيكون مبلغ من 100,000 ل 200,000 جنيه. ايه تاني يا فندم؟ موجود يعني كنت انا كان ليا مختاره، كان انا فكرتي في الـ في الـ في المؤتمر اللي كان موجود في اللقاء، ان المشروعات الصغيره ومنتهيه الصغر ديت انا بقول ان هي بقدر حاجه الدول للمشروعات، يعني بقدر حاجه دولتنا كمصر للمشروعات العملاقه اللي بيهم عليها اقتصادات العالم القويه، نظرا لما تضيفه الناتج القومي برضه لا يمنع ذلك اهميه المشروعات الصغيره ومنتهيه الصغر. طيب المشروعات الصغيره او القروض دي هتكون عن طريق ايه؟ الصندوق الاجتماعي للتنميه ولا عن طريق الصندوق الاجتماعي؟ صندوق الاجتماعي، عن طريق الصندوق الاجتماعي والشباك الواحد. طيب الصندوق الاجتماعي دايما بيدعم الشباب من خلال قروض، ايه الجديد اللي قالته السيده الوزيره يعني؟ مع الجديد في الفكره ان احنا ان دعم المشروعات دوت هيكون له اسباب معينه، يعني دعم المشروعات الصغيره ومنتهيه الصغر دوت هيستوعب قدر كبير من الايدي العامله المعطله، ده هيحد من البطاله. دعم المشروعات الصغيره هيوفر هيضمن دخل كريم للقائمين عليها والعاملين معهم، هيحد من التزام الدوله تجاههم. دعم المشروعات الصغيره ومنتهيه الصغر هيقوم بتوريد ضرائب للخزن الدوله بما يسر خزينه الدوله على نحو على اقصى. يا خالد بيه يا سياده النائب، انا فاهم والله يعني المشروعات الصغيره هتعمل ايه بالظبط، بس يعني انا قصدي ايه الجديد اللي قالته بخصوص المشروعات الصغيره دي او القروض دي؟ هل في جديد حاجه تانية غير الصندوق الاجتماعي؟ هل في اموال زياده هتيجي للصندوق الاجتماعي او في اماكن اخرى غير الصندوق الاجتماعي؟ ايه الجديد؟ لا ما هو الجديد هي احنا اتكلمنا في موضوع الجديد اللي هيطرح بعد كده او المنح اللي هتيجي، ان دوت هيتعرض على المجلس، على مجلس النواب، ومجلس النواب يدي فيها راي. هيبدي رأي في ايه بالظبط؟ في القبول او عدمه على حسب المنحه جايه على اي اساس. يعني احنا بنقول ان عندنا مشروعات عملاقه هي ديت اللي بتيجي عليها القروض، احنا عايزين القروض او المنح اللي هتيجي برضه للمشروعات الصغيره، ما تكونش جايه للمشروعات. يعني احنا عندنا من ضمن المشروعات الاساسيه هنا في البلد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، مشروع زي مشروع الصرف الصحي. من ضمن المشروعات مشروع الصرف الصحي، انا عندي 4000 قريه محرومه من الصرف الصحي في مصر، عندي ال 4000 قريه محروم من الصرف الصحي، ال 4000 قريه محتاجين 85% من قرى مصر ما فيهاش صرف صحي. بالظبط محرومه من الصرف الصحي. احنا بنقول هو عددهم حضرتك بتقول ان مجلس النواب هيوافق او يرفض المنح دي؟ لا ما اقصدش الموافقه او الرفض في القبول، انا اقصد الموافقه او الرفض في التوجيه، في توجيه المنح دي. في توجيه المنح، يعني هيشرف كمان على توجيه المنح. ما هو ده دور اصيل من ادوار المجلس اللي هو الدور الرقابي. يشوف الدور الرقابي، بشوف الفلوس ديت جت هتتصرف في اوجه مشروعه او اوجه غير مشروعه، اوجه ذو احتياجات اهميه او ذو احتياجات يعني ما لهاش اي اهميه دلوقتي، انا عندي اولويات. كده هيتحول المجلس من يعني مش عارف يعني ممكن البعض يشوف ان هيتحول المجلس من الدور الرقابي والتشريعي الى دور توجيه علشان الخدمات. هو الدور كل واحد يبحث عن خدمه في المكان الخاص بيه. ايوه مش ده المقصود بالفعل. هو ده انا بقول ان دايما الدور التوجيهي او الدور الخدمي ده اساسيات من الدور الرقابي اللي بتنطوى اللي بيختص بيها النائب. يعني دي من اصل من 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 اصول الدور الرقابي اللي بيختص بيها عضو مجلس النواب. طيب الدور الرقابي ان بشوف ايه هي ميزانيه البلد والموازنه العامه للبلد، والميزانيه دي اتصرفت في اوجه مشروعه او اوجه غير مشروعه، اوجه ذو اولويه او اوجه ذو ما لهاش اولويات دلوقتي، ممكن تنتظر بعد كده. طيب السيد النائب خالد ابو طالب بشكرك شكرا جزيلا، عضو مجلس النواب. السيد رئيس الوزراء زي ما قلت لحضراتكم انه التقى امبارح بعدد من اعضاء مجلس النواب عن 5 محافظات، وهي بورسعيد واسماعيليه والسويس، مدن القناة أو محافظات القناة، وكمان دمياط والأقصر. السيد رئيس الوزراء قال إن الحكومة انتهت من بيانها تمهيدا لعرضه أمام مجلس النواب. رئيس الوزراء كمان أكد إن محدودي الدخل هم ركيزة برنامج الحكومة، وإن الصعيد وسيناء هيكونوا على رأس الأولويات في برامج التنمية والخطط المستقبلية. كلام بنسمعه كتير جدا في الفترات اللي فاتت، بس احنا عايزين يعني فعل. احنا بنتكلم على الصعيد وبنتكلم على سيناء، الصعيد في محافظات من أفقر محافظات مصر، بنتكلم على المنيا، بنتكلم على سوهاج، من أكتر المحافظات الطاردة للسكان، وكمان في بني سويف. بنتكلم على سيناء اللي فيها التنمية عنصر رئيسي للغاية علشان نبعد عنها التطرف، وعلشان يبقى فيها يعني الأفراد يتوجهوا ليها. فكلام، بس أتمنى من رئيس الوزراء ده يتحقق زي ما قالوا ليه
النواب نواب المجلس. رئيس الوزراء قال كمان ان الحكومه هتسعى لعمل طفره تؤدي لتحسين المؤشرات الاقتصاديه ومعدلات نمو هتساعد في تحسين معيشيه او معيشه المواطن وتقليل نسبه البطاله وتحقيق العداله الاجتماعيه والحفاظ على الامن القومي المصري. اتمنى كل ده يتحقق في الفتره المقبله باذن الله. بينضم لي الاستاذ محمد الزيني عضو مجلس النواب عن محافظه دمياط. سياده النائب اهلا وسهلا بيك معانا في استوديو النواب. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. حضرتك التقيت طبعا المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كنت من ضمن الاعضاء. تمام، انا التقيت له امبارح وقعدنا من الساعه 4 للساعه 8 بالليل. حلو قوي. 4 ساعات، ايه اللي حصل بالظبط يا فندم يعني تفصيلا؟ والله احنا كنا مجموعه دمياط وانا بصفتي نائب دمياط ورئيس مجلس الغرفه التجاريه وبيشغل بالي وبيشغل بال ابناء دمياط جميعا الكساد اللي موجود في صناعه الاساس في دمياط. واحنا عارفين ان دمياط بلد حرفيه وبتعتمد على الصناعات الصغيره وصناعه الاساس بالذات. وخلال الفتره اللي فاتت احنا كنا بنصدر لدول العالم كلها، انما اللي حصل ان احنا شايفين المشاكل في دول الجوار زي ليبيا وليبيا وتونس طبعا والجزائر، ونخش بعد كده على سوريا والعراق. فده اثر على الحركه التجاريه في دمياط واثر على الورش. اصبحت الورش النهارده معدله بالاغلاق، وفي بعض ورش طبعا كتير تم اغلاقها. فانا طبعا عرضت عليه معطيات بحيث ان هي تتماشى مع دمياط وتقدر زي ايه يا فندم تحل المشكله. نمره واحد، في بروتوكول كان متوقع بين المحافظه وزاره الاسكان وهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده بفرش 1,000,000 شقه اللي هو من الاسكان الاقتصادي واللي فوق الاقتصادي من الاساس الدمياطي المميز، وباسعار اسعار يعني في متناول الجميع من 25,000 ل 30,000 جنيه الشقه الاوضتين. الطلب ده متاح يا فندم؟ احنا بنتكلم على صعوبه على الدوله ان هي تحقق او تعمل شقق، فحضرتك بتطلب انها تفرشهم. المطارات الشقق ما انا عارف حضرتك بتقول، بنتكلم على فرش شقق موجود اوريدي هيتقسط على ثمن الشقه عموما، اخد بالك؟ فمش هيبقى له قيمه يعني ما تقسط على 30 سنه مبلغ زي كده هيبقى زهيد، هتساعد اللي بيسكن وتساعد الشاب وتساعد الصانع بالتالي. طيب ده يكون يعني مش اجبار ولكن يكون متاح، اللي عايز ياخد باختيارات. حلو كده، ماشي بالاختيار. تمام. نمره 2، الملحقين التجاريين اللي في الدول المختلفه وخصوصا دول افريقيا يفعلوا دور التجاره بيننا وبينهم بحيث ان هم يعملوا دراسه الاسواق وخصوصا في افريقيا بحيث ان احنا نقدر نعرف الاذواق ويساعدونا على التصدير هناك، وهو تجاوب معايا في النقطه دي. طب انتوا يا فندم مش بتعملوا ده ليه؟ حضرتك قلت ان حضرتك يعني ماسك الغرفه التجاريه الموجوده في دمياط. تمام، الملحقين التجاريين تبع احنا عارفين وزاره الاقتصاد. انا فاهم اللي موجودين في السفارات دي الصناعه. تمام، احنا عاوزين يدي لهم التعليمات واحنا نعمل معاهم. طيب حضرتك بتتابع بالتاكيد اللي بيحصل من الصين بتبعت لنا خبراء بيدرسوا السوق المصري عايز ايه؟ عايز سبح، عايز سجاجيد، عايز فوانيس، عايز كذا، فبيعملوها لنا. حضراتكم ما بتعملوش كده ليه؟ اللي نجح الصين المشروعات الصغيره، مش حاجه تانية. اللي نجح الصين المشروعات الصغيره، انا طالبته بانشاء وزاره للمشروعات الصغيره بحيث انها تهتم، يبقى كل مصادر التدريب والتمويل والتطوير موجوده في وزاره واحده. انما احنا لو شفنا هذا الكلام هنلاقيه في كل الوزارات، فالمهمه تبقى صعبه جدا، يعني كل وزاره فيها حته 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 ما ينفعش. فاتفقت معاه ان هو هينشئه برضه وزاره للمشروعات الصغيره. وبعدين عندنا نقطه ثانيه مهمه جدا، ان احنا كان عندنا الشركه التجاريه للاخشاب، ودي كانت بتستورد خامات وبتبقى كعامل منافس في السوق، برضه عاوزين نرجع نفعلها ثاني. الشركه ايه الاخشاب يا فندم؟ الشركه التجاريه للاخشاب. متوليه الاستيراد، وان هي يعني عاوزينها ترجع تاني تبقى موجوده متواجده في السوق بحيث
يبقى فيه قدام الصانع او صاحب الورشه بدائل موجوده قدامه, بحيث يقدر يبقى ما فيش استحواذ على الاستيراد, يبقى مفتوح للكل وهي تبقى موجوده, المنافسه تبقى موجوده. كمان انا يعني في نقطه برضو مهمه كلمته على احنا الوقت في مجال في روسيا ان ممكن يكون في صفقات متكافئه او في تبادل سلعي, بحيث ان احنا نبقى زي زمان نورر لهم اساس منظوميات وهم يدوا سلع مختلفه للدوله, وده برضه هو اخد. وحضرتك شايف يعني الملحق, هرجع مره ثانيه لكلام حضرتك عن الملحقين التجاريين, شايف ادائهم ازاي؟ يعني قيم لي ادائهم. لا ما فيش اداء, احنا مش حاسين بهم, ما فيش اداء. لا اداء غير موجود بالمره, والكلام ده الناس عارفاه يعني ما فيش اداء وما فيش تطوير وما فيش صله كمان, يعني ما فيش صله الا لو راح ورد. مين اللي يعمل الصله دي يا فندم؟ يعني لو حبينا نمسك خيط الحل, يعني مين اللي يعمل الصله دي؟ وزاره الاقتصاد. وانتم مش بتطلبوا وزاره الاقتصاد ليه؟ طلبناها. احنا يعني انا لقيت في تجاوب من رئيس الوزراء وانزعج من حال دمياط. يعني رئيس الوزراء لما اتكلمت معاه هو اولا متفاهم جدا, عنده مساحه كانت كبيره جدا للتفاوض والكلام, وان هو يعني مسجل كل شيء وكل شيء يعني. طبعا وقعد معاكم اربع ساعات. لا وكان عنده سعد صدر بجد, يعني انا ما كنتش مصدق ان ممكن رئيس الوزراء بسعد الصدر دي. انا اتكلمت معاه كتير جدا. مش مصدق ليه يا فندم؟ ما هو الخير اللي هيعود على دمياط هيعود على مصر كلها, يعني ما هو رئيس وزراء مصر يعني. ما هو للاسف ان احنا تعودنا مع الوزراء الحاجات دي وقت حاضر ونقوم من القعده ما يعملش حاجه خالص. انما ده بعد احنا ما خلصنا رئيس الوزراء اعاد صياغه الكلام اللي احنا قلناه قدامه. يعني معنى كده ان احنا كنا بنقول وهو بيكتب, يعني بيكتب المشاكل اللي موجوده عشان يعيد بعد كده دراستها. ووعدنا ان احنا هنقعد ثاني نشوف ايه اللي تم في المسائل دي كلها. يعني يا رب التنفيذ, يعني ما تكونش كتابه فقط, يا رب التنفيذ. ده اللي بعمله انا, يعني انا متفائل بطبعي, اتمنى التنفيذ بس, يعني ده اللي بتمنى. لا باذن الله في تنفيذ من يعني من قعدتنا كلنا طلعنا متفائلين, وباذن الله يعني هيبقى في تنفيذ. وطلبته كمان بانشاء مش هقول مستشفى, هنقول جناح لجراحه الاطراف, لان احنا عارفين في دمياط الموضوع صعب جدا. جراحه الاطراف الاطراف, لان انت عارف احنا بيشتغلوا في مناشير وحاجات زي كده, فدي اطرافهم بتروح يعني بتقطع صبعه وبتعمل حاجه, شغلانه يعني صعبه جدا, عايزه جراحات متخصصه, واحنا مركزين عليها ومش عارفين حاولنا نعملها كتير ما عرفناش يعني. بس احنا قلنا له امبارح على هذا الكلام, وهو يعني بجد كان متجاوب. وانا شايف ان في انزعاج يعني من ما عرضنا قدامه, في انزعاج وفي قلق وفي كل حاجه وفي كل يعني حاجة. غضب من حضراتكم بسبب الملحقين التجاريين. بس احنا انا كمصري يعني اسمح لي, انا سواء انا غضبان طبعا من الحكومه او من الملحقين التجاريين وممثلينا, بس حضراتكم كغرفه تجاريه عليكم دور ان انتم تبعتوا خبراء للاسواق دي, الاسواق الافريقيه على ابسط مثال, يعني انها عندنا ميزه نسبيه في افريقيا, فنقدر نبعت نعرفهم هم عايزين ايه. قانون الغرف التجاريه قانون في رأيي أنا قانون عاجز. ليه؟ ما فيهوش إلزام لحد. يعني تبعت أنت التوصيات بياخد بها ما بياخدش بها, ما فيش إلزام للجهة اللي أنا ألزمها. يعني ما بيبقى المشكلة عند مصلحة لولا اتصالات شخصية, يعني إن أنا أحل مشكلة التاجر أو الصانع أو الحاجات دي مش هفيش حاجة تتحل. لازم القوانين تتغير برضو. ما هو إيه؟ يا قانون يتفعل ويبقى فيه تقدر تحاسب الدنيا كلها وتقدر تشتغل مع الناس وتبعت وتعمل وحاجات زي كده. ده يا ما تقدرش يعني, انت فاهم؟ طب ست النائب خليني استغل وجود حضرتك معايا. انت معاك الاربع ساعات ما كانش على دمياط فقط, كان على محافظات تانية, كان على دمياط وعلى بورسعيد اسماعيليه سويس وعلى الاقصر او محافظات الصعيد. لا بس كده, هي دي المحافظات كانت موجوده. طيب محافظات القناه ودمياط. القناه ودمياط والصعيد الاقصر. لا مجوش يعني اربع محافظات بس. ايوه طيب انا كنت اسالك على الصعيد, لان ده يعني اهم مش بيغرقني بس, ده بيغرق ناس كتير. الصعيد يعني محتاج الرعايه, محتاج نظره من رئاسه الوزراء ومن كل اللي موجودين في الدوله, يعني من اي حد في الدوله. سعاده الباشا دلوقتي لابد
ان التنميه تكون شامله على مستوى جمهوريه مصر العربيه. طبعا. ليه؟ لان الشباب موجود في دمياط وموجود في الصعيد. لازم النهارده انمي دمياط وانمي الصعيد، لازم يكون في مشاريع تنميه شامله الجمهوريه بالكامل. ما عادش ينفع ان انا انمي قطاعات ونمي سينا ونمي ده، لازم اعمل مشاريع. يعني لازم اعمل مشاريع. يعني انا اتكلمت على الصندوق الاجتماعي، الصندوق الاجتماعي ده معمول للتنميه، صح ولا غلط؟ تمام. ما ينفعش انه يبقى صندوق اقراض، لازم يبقى يتقلب يبقى صندوق مشروعات. يعني يعمل له خمس ست مشاريع، بمعنى بدل ما يروح واحد ياخد له قرض ب 10,000 جنيه و 20,000 جنيه، الشاب ياخد الفلوس دي ما بيقدرش يعمل بيها حاجه بتتبدد. لا، انا اعمل 10 مشاريع فيهم مشاريع تاخد 3 افراد، مشاريع 10 افراد، واعمل المشروع واعمل له دراسه جدوى واجيب الشباب من ال 10 شباب ادربهم على هذا المشروع، وبعد كده امول المشروع واحاسبهم بعد كده على الريع اللي يطلع وادرسهم. انما انا ادي له قرض وادخله السجن بعد كده ما ينفع. يعني يكون في سلطه للصندوق الاجتماعي على المشروع نفسه. لا، يعمل مشاريع مش اخراج، يعني يخلق مشاريع، يجيب جهه ما، يجيب دكاتره من الجامعه، يعمل يجيب جامعات متخصصه ودراسات جدوى والمشاريع. بالظبط. سيد النائب محمد الزيني عضو مجلس النواب على محافظه دمياط، انا بشكرك شكرا جزيلا، ويا رب يا رب كلامك يعني يتحقق، وكلام رئيس الوزراء و كتاباته اللي دونها زي ما حضرتك ما قلت انها تتنفذ، ما يكونش فقط كلام ونقعد بعد شويه نتكلم تاني وبعد شويه نتكلم تالت. اتمنى ان يكون يعني كلام ومعاه فعل. وان كنت انا مستغرب ازاي نائب الاقصر ما جاش، يعني احنا بنتكلم على الصعيد محتاج ولما يجي رئيس الوزراء عايز يقعد مع نواب الصعيد نائب الاقصر ما يجيش، انا مش فاهمها بصراحه. طيب خلونا نروح للدعوه المقامه لوقف انشطه ائتلاف دعم مصر داخل مجلس النواب. محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين بدأت أولى جلساتها للنظر في الدعوة اللي بتطالب بوقف وحظر أنشطة ائتلاف دعم مصر داخل مجلس النواب لحين الفصل في مدى قانونية الائتلاف تحت قبة البرلمان والمطالبة بحله نهائيا. مقيم الدعوة الأستاذ أحمد مهران قال إن التحالف ده بدأ في تشكيل هيكل إداري بيفرض رسوم للعضوية على خطى جماعة الإخوان، وكمان بيضع لنفسه لائحة داخلية فوق لائحة مجلس النواب، وكمان بينتخب لنفسه رئيس ووكيلين على غرار الهيكل الرئاسي للبرلمان وبالمخالفة للقانون. طبعا اللي بيرد في الناحية التانية هو محامي هيئة قضايا الدولة، أو بالأحرى زي ما بنقول محامي الحكومة، رد على الكلام ده وعلى الدعوة ودفع بعدم اختصاص المحكمة، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ملهاش علاقة بالقضية دي. لكن مهران رد مرة تانية على الكلام ده وعلى محامي الحكومة، وقال إن المحكمة قبلت في السابق النظر في دعوة مشابهة منها حظر أنشطة ومصادرة أموال حركة 6 إبريل وكمان حركة بداية وكمان جماعة الإخوان. طيب نروح للأزمة اللي حصلت في مستشفى المطرية العام واللي حضراتكم بالتأكيد بتتابعوها سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو الفضائيات في اليومين اللي فاتوا. السيد النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية أكد أنه بيتضامن مع الأطباء ضد الاعتداء عليهم بعد الاعتداء طبعا عدد من أمناء الشرطة على الأطباء، 2 أطباء من مستشفى المطرية العام وهم بيأدوا عملهم. علشان كده السادات قال انه هيتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون لتأمين جميع المنشآت العلاجية اللي بتؤدي خدمات طبية للمواطنين لتمكنهم من أداء مهنتهم المقدسة دون التعرض لمخاطر أمنية بتتكرر بشكل مؤسف بين الحين والآخر. بس الكلام ده يعني سمعناه بعد الثورة، بعد الهجوم على المستشفيات هنا أو هناك، سمعنا ان هيكون في نقاط تامين في داخل المستشفيات، وبالفعل مستشفى المطريه كان فيها نقطه تامينيه، بس مش عارف ايه اللي حصل. يعني البعض قال ان الاطباء لازم يفتحوا المستشفى وان ده بيتعدى على حق المواطن، البعض الاخر قال لا مش هنقدر، او نقابه الاطباء طبعا قالت ان مش هيحصل ده الا بعد ما يجي حق الاطباء، بان الأمناء الشرطة يعني يمثلوا للقانون وإن ما فيش حد كبير على القانون، الكل أمام القانون سواء كانوا شرطة أو كانوا أطباء أو غير أطباء، الكل أمام القانون سواء.
طيب احنا بعد الفاصل بمشيئة الله عندنا حاجة مهمة جدا وهي هتتناقش فيه او تناقشت فيه الاسبوع اللي فات، وكنا بنتكلم على ان هي هيشوفها المجلس يوم الحد الجاي، ولكن امين عام مجلس النواب زي الخبر الاول ما قال لحضراتكم ان الموضوع ده هيتأخر شوية. هي اللائحة الداخلية للمجلس، بالتأكيد حضراتكم عرفتوا ان اللائحة اللي كانت موجودة قبل كده هي كان عاملها الحزب الوطني، وكانت بترعى مصالحه لانه كان معاه الاغلبية في مجلس او في مجلس الشعب حينها، وكمان في مجلس الشعب 2012 الاخوان ابقوا على اللائحة دي مع ان كان المفروض ان اللائحة دي تتغير، ولكن لانهم كانوا اكثرية داخل البرلمان فابقوا على الامتيازات الخاصة بهم كاكثرية داخل البرلمان او مجلس الشعب. اللائحة الجديدة ايه اهم بنودها؟ ازاي هيتم التعامل معها؟ ايه اهم النقاط الخاصة بها؟ دي اللي هتكون اللي هنعيشها مع ضيوف الكرام بعد الفاصل بمشيئة الله. فرحب بحضراتكم مشاهدي الكرام مرة تانية معنا في استوديو النواب، وفقرتنا التانية وهي خاصة زي ما قلت لحضراتكم باللائحة الداخلية المقترحة لمجلس النواب. زي ما قلت لحضراتكم اللائحة اللي قبل كده كانت خاصة بالحزب الوطني في برلمان أو برلمانات ما قبل الثورة 25 يناير، وكانت معمولة مخصوص أو متفصلة زي ما البعض ما كان بيتكلم على الحزب الوطني لأنه كان عنده الأغلبية في المجلس. بعد كده في برلمان 2012 أو برلمان الإخوان كما يطلق البعض، بدل من أنهم يغيروا اللائحة أبقوا على اللائحة لأن كان فيها امتيازات برضو للأكثرية اللي كانت موجودة في المجلس. اللائحة الجديدة اللي بين إيدينا واللي إن شاء الله هيشوفها البرلمان، هتطرح على البرلمان في الأسبوع المقبل بمشيئة الله، كانوا بيقولوا الحد ولكن النهاردة أمين عام مجلس النواب قال إن مش الحد هيكون بعد كده، أي ما كان هتطرح على البرلمان إن شاء الله للإقرار في الأسبوع المقبل. أهم بنودها إيه؟ بتشتمل على إيه؟ وإيه الفيصل واللي اتغير ما بينها وما بين اللائحة اللي فاتت؟ ضيوف اللي مشرفيني بالتأكيد في الاستوديو هيعرفوني أكتر وهيعرفوا حضراتكم إيه أهم بنود هذه اللائحة. اسمحوا لي في الأول إن أنا أرحب بيهم، ضيوف اللي مشرفيني في الاستوديو، في البداية الأستاذ خالد حنفي جمعة عضو لجنة تعديل اللائحة الداخلية في البرلمان، اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، مشرفني بكل تاكيد. الله يخليك، ربنا يخليك يا فندم. وبرده مشرفني الدكتور مجدي مرشد عضو لجنه تعديل اللائحه الداخليه في مجلس النواب، اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك. واخيرا وليس اخرا الاستاذ رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانيه، اهلا وسهلا بيك مشرفني. طب اسمحوا لي هنناقش مع حضراتكم اللائحه الداخليه للمجلس، ولكن بعد التعرف عن ايه هي اللائحه الداخليه للمجلس من خلال التقرير المقبل. تعديلات موسعة شهدتها اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب بعد اجتماعات استمرت قرابة الأسبوعين. اللجنة انتهت من صياغة مواد اللائحة الداخلية للمجلس والبالغة 419 مادة على أن تسلمها في صيغة مشروع قانون يوم السبت المقبل، تمهيدا لعرضها في جلسة عامة في وقت لاحق. وبحسب تصريحات بعض النواب فإنه من المقرر مناقشة كل مادة من مواد اللائحة بشكل منفصل خلال الجلسة العامة للبرلمان، ثم إرسالها لمجلس الدولة للمراجعة لتعود من جديد للمجلس للموافقة النهائية عليها. تعديلات مختلفة تم إدخالها على اللائحة الجديدة، لعل أبرزها زيادة عدد اللجان النوعية إلى 28 لجنة بعدما كانت في البرلمانات السابقة 19 لجنة، أي بزيادة 9 لجان. كما تم التوافق على تنظيم الائتلافات والاتفاق على كيفية إنشائها وعملها وانتهائها، حيث من المقرر أن يضم أي ائتلاف ما بين 50 إلى 150 نائب. وتوافقت اللجنة أيضا على أن يكون رفع الحصانة عن النواب بطلب من مجلس القضاء الأعلى وليس وزير العدل أو النائب العام كما كان متبعا سابقا. اللجنة قررت استثناء النواب من ممثلي ذوي الاحتياجات الخاصة من الوقوف أثناء إلقاء الكلمة في اجتماعات المجلس، كما اتفقت على تنظيم حضور النواب الممثلين للمصريين بالخارج واستثنائهم من حضور جلسات بشكل عام على أن يشاركوا في جلستين أو ثلاثة خلال الشهر كحد أدنى.
واستقرت اللجنة أيضا على أن يكون طلب الكلمة خلال الجلسات العامة بالتسجيل الإلكتروني أو من خلال رفع الأيدي، وليس بتقديم طلب كتابي قبل الجلسة ب24 ساعة. وفيما يخص الجزاءات البرلمانية فقد حددتها اللجنة بحسب الفعل، على أن تبدأ من اللوم وتندرج حتى تصل لإسقاط العضوية. على جانب آخر، لم تشهد بعض مواد اللائحة الداخلية أي تغيرات، ولعل أبرزها اختصاصات رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب. أيام قليلة تفصلنا عن إقرار اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، ليبدأ البرلمان الجديد في ممارسة دوره الحقيقي في الرقابة والتشريع بعد انتهاء آخر إشكاليات برلمان 2015. مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه معنا في استوديو النواب، وبضيوفي بالتاكيد اللي مشرفيني في الاستوديو. وابدا مع الاستاذ خالد حنفي جمعه، عضو مجلس النواب وعضو لجنه تعديل اللائحه الداخليه. اهلا وسهلا بيك مره ثانيه يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك. احنا بنتكلم على عدد كبير من اللوائح الداخل او من القوانين او من القرارات الخاصه باللائحه، وتعديل كمان في عدد اخر. بس هبدأ مع حضرتك من الاستثناءات اللي حصلت لذوي الاحتياجات الخاصة، يعني تفصيلا يا فندم اتكلمنا عنها. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بشكر حضرتك على هذا اللقاء. ثانيا بالنسبة لذوي الاعاقة، انا خليني اقول بقى انه هو الاسم الصح هو الاشخاص ذوي الاعاقة، واسمحوا لي ان انا اناشدكم كجهة اعلامية انه بناء على اتفاقية الامم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وبناء على ما اتى به الدستور 2014 من نصوص، فنحن يطلق علينا الاشخاص ذوي الاعاقة. اي تسمية اخرى غير سليمة من الناحية الواقعية والعملية. طيب. والقانونية. ادي نشكرك يا فندم على التصحيح. نمرة واحد. نمرة اتنين حضرتك، الاشخاص ذوي الاعاقة عندنا 9 من الأشخاص ذوي الإعاقة ممثلين حاليا أو موجودين حاليا في برلمان 2015، منهم 8 تم اختيارهم بطريق القوائم وواحد تم اختياره بطريق التعيين اللي هو أنا. هؤلاء 9 مختلف الإعاقات، هناك إعاقة حركية وهناك إعاقة بصرية. عند الحديث عن ذوي الإعاقة هناك بعض الأمور التي كانت تنص عليها اللائحة القديمة تمس بعض الإجراءات التي يجب أن تأخذ شكل معين. على سبيل المثال عند التصويت هناك تدرج في التصويت ما بين التصويت الإلكتروني أو رفع الأيدي أو الوقوف والجلوس. هنا سنجد عقبة في تواجه ذوي الإعاقة الحركية في مسألة الوقوف والجلوس، مش هيقدر يقف ويقعد، فبالتالي ممكن يستثنى ذوي الإعاقة من هذه الفكرة، وبالتالي من حقهم أن يتقدموا بطلب أو أن يصوتوا بشكل سري بما يحافظ على الخصوصية من ناحية، وبما يؤدي إلى ممارسة حقهم البرلماني في أداء التصويت من ناحية أخرى. هذه واحدة. النقطة الثانية فيما يخص الاستجوابات، اللائحة بتنص على أنه في حالة الاستجواب لابد أن العضو يتلو أو يقوم بشرح استجوابه واقفا ومن مكان داخل القاعة يسمى المنبر، فبرضو تم استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه القاعدة، بحيث أنه ممكن لو شخص ذو إعاقة عنده استجواب ممكن يقدم استجوابه أو يشرحه من مكانه وهو جالسا، ولا يحتاج إلى التوجه إلى المنبر في هذا الخصوص. أيضا في حالة طلب الكلمة، هناك طلب الكلمة بالوسائل الإلكترونية أو تم تعديل طلب الكلمة بما يتوافق أيضا مع ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة. فدي يمكن أبرز التعديلات، ده بالإضافة لأنه أصبح هناك لجنة داخل 28 لجنة اسمها لجنة شؤون الاجتماعية والأسرة وذوي الإعاقة. احنا بنتكلم يعني برضو على التغيير من 19 لجنة إلى 28 لجنة، هي في زيادات في عدد اللجان. دكتور مجدي مرشد، ايه اهم اللجان اللي زادت في اللجنة؟ هو نقدر نقول في زيادات على نوعين. اولا مساء الخير لك وللسادة الزملاء ولكل المشاهدين، والحقيقة انا سعيد بالصحبة الرائعة معايا، وافتقدت زميلي النائب خالد حنفي، بقالنا يومين ما شفناش بعض، فدي مدة طويلة جدا بالنسبة لنا، لأن اللجنة دي كانت مقيمة إقامة دائمة في المجلس الفترة اللي فاتت دي كلها. ما احنا كنا بنقول يعني الله يكون في عون مجلس النواب. أتمنى أن أطرح على حضرتك وعلى السادة الحضور إن احنا نسميها أسرة إعداد اللائحة وليست لجنة إعداد اللائحة. ده حقيقي، لأن احنا فعلا وصلنا إلى إن احنا أصبحنا أسرة حقيقية. أصبحنا أسرة حقيقي فعلا يعني.
نيجي للجان. اللجان ليست كلها، لم تستحدث لجان، ولكن فصلت لجان عن لجان كانت موجودة من قبل واستحدثت لجان. تعال نتكلم على اللجان اللي فصلت الأول عشان نعرفها وبعدين نشوف اللي استحدث. اللي كان التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لجنة واحدة، أصبح التعليم ما دون الجامعي والتعليم الفني لجنة، والتعليم العالي والبحث العلمي لجنة، وده وفقا لنصوص الدستور والاهتمام بالبحث العلمي وما جاء في الدستور. كان عندنا لجنة الصح الشؤون الصحية والبيئية، وفصلت لجنة الشؤون البيئية، أو يعني اتاخد جزء اختصاص الشؤون البيئية وسيضاف إلى لجنة الطاقة، ولجنة الطاقة ستفصل عن لجنة الصناعة. كانت صناعة وطاقة، أصبحت صناعة وطاقة والبيئة. طاقة والبيئة. والطاقة والبيئة علشان الفحم وعشان اللي سمعناه في الفترة طبعا في علاقة إلى حد كبير بين الاثنين. تمام. كان لدينا اقتراحات وشكاوي، فصلت إلى اقتراحات ونزاهة وشفافية ومكافحة فساد. تاني الجزئية دي كان في اقتراحات وشكاوي لجنة. تمام. أصبحت اقتراحات ولجنة أخرى مستحدثة، نزاهة وشفافية وشكاوي ونزاهة وشفافية. ده برضو كانت الشؤون الدينية والتضامن الاجتماعي أو الشؤون الاجتماعية والأوقاف لجنة. مش الشؤون الدينية، لا، كانت الشؤون الدينية والشؤون الاجتماعية والأوقاف لجنة. ده ملهمش علاقة ببعض. أصبحت دلوقتي بالظبط، خدنا اللي ملوش علاقة حطيناه في حتة تانية، فأصبح عندنا لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والطفل وذوي الإعاقة. تمام، ماشي. كان لدينا أيضا الثقافة والإعلام والسياحة، وفصلت السياحة والآثار لجنة، وما زلنا بصدد فصل الإعلام عن الثقافة، وإذا فصلت هيبقوا 28، إذا ما فصلت هيبقوا 27. يعني تريست لغايه دلوقتي ما تعرف؟ لا، هو لسه يعني لا يعني دي معلقة لم يتم التصويت عليها، يعني 28 لو فصلوا. غير كده برضو عايز معلومة للسادة المشاهدين، اتفضل. كل ما عملته أسرة إعداد اللائحة من جهد مشكور سيعرض على القاعة أو سيعرض على الجلسة العامة. تمام. وما تقرره الجلسة العامة هو ما سيكون، حتى لو كان مخالف لما فعلناه أو ما أقرناه أو ما قررناه. فلسه مسألة اللجان ممكن يختلفوا مع بعض بالضبط، يعني ممكن ناس تختلف على اللجان من اللي فصلناها أو استحدثنا. كانت النقل والمواصلات، أصبحت النقل والمواصلات والاتصال والمعلومات اتفصلت. اتفصلت يعني المعلومات والاتصال اتفصلت عن النقل والمواصلات. النقل والمواصلات اصبحت دلوقتي كان معاها الاتصالات والاتصالات الاتصالات، اصبحت دلوقتي في لجنه للمعلومات والاتصالات. هم من المفروض يعني دي بعيدا عن نقل المواصلات. طبعا ما كل ما تم بديهي، الحقيقه ما فيش فيه حاجه منطقي جدا جدا يعني. طبعا للتخصص طبعا كان في دول اللي تم فصلهم، استحدث لجنه المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، وده يعني اتجاه، وبرضه الدستور فيه مواد بتشير الى. كان لسه معايا احد النواب عن دمياط، ممثل عن دمياط، وكان بيتكلم على انه يتمنى ان يبقى في وزاره للمشروعات الصغيره. والله يعني بدايه السيل قطره، يعني اذا بدانا بلجنه ممكن بعد كده تتشكل لها وزاره ان شاء الله. فيعني لعل وعسى. الشؤون الافريقيه وهي ايضا لجنه مستحدثه وفقا لنصوص نص الدستور، ان دي افريقيا دي من اهم اللجان التي استحدثت، لان ترك افريقيا لمده 30 عام كارثه. معك. وما حدث من ضياع ريادة مصر لإفريقيا كارثة، وما حدث في سد النهضة هو سببه أن يد مصر غلت في إفريقيا وعلاقات مصر انقطعت مع إفريقيا في الفترة اللي فاتت. معك. احنا طول عمرنا كانت مصر هي الحاضن والأم والأخت الكبرى لإفريقيا، شأنها شأن الدول العربية. الحقيقة انقطعنا عن هذه العلاقات وانقطعنا عن التواصل مع إفريقيا بقالنا مدة طويلة جدا، مما أحدث لنا النهاردة أزمة اللي هي أزمة سد النهضة وأزمة المياه وأزمة محوض النيل. أنا أتمنى أن يكون لها وزارة كمان، يعني نتمنى هذا، لكن على الأقل أهمية الشؤون الإفريقية أهمية أو يعني كيان خاص كده يعني دائم أو سفير دائم الزيارات في داخل وزارة الخارجية. حضرتك في
اعتقد في مستشار او في مساعد اول وزير خارجيه لكل يعني في الشؤون العربيه والشؤون الافريقيه والاسيويه والامريكا اللاتينيه وكده. هو اسمح لي اضيف على لكن هو نكمل. استحدثت الافريقيه، استحدثت الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر والمشروعات، ودول الوزارات اللي او اللجان اللي استحدثت اللي اتمنى تكون وزاره زي ما حضرتك ما قلت. نتمنى ان شاء الله، فده يمكن بيوصلنا لل 28. استاذ رامي اهلا بيك مره ثانيه. اهلا بحضرتك. شفت ازاي اداء المجلس لغايه دلوقتي، واللجنه اللي النواب المحترمين بيقولوا عليهم ان هم اسره من كتر ما قعدوا في اللجنه لتشريع البنود الخاصه باللائحه الجديده. هل شايف ان اللائحه الجديده هتختلف عن اللائحه السابقه ولا لا؟ عندك يعني امل ولا يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه بدون مجامله للقاعدين؟ لا خالص، وهم اصدقائي وننتقد في العلن وفي وفي قدام الناس، لكن في نهايه النهايه انا عايز يعني استعير ما قاله صديقي واستاذي دكتور مجدي. هي اسره هذا البرلمان، يرسم خلينا نقول اللي لينا واللي علينا، يعني هي اسره فعلا. هذه اللجنه 143 ساعه قعدها تحت الاب، ستات ورجاله، نائبين ونائبات وموظفين، من اصغر واحد لاكبر واحد، ففعلا تستحق كل التقدير. اثنين، ما تفعله هذه اللجنه انا اتصور انه سيستمر. هو مش معاملها للبرلمان ده بس، هي عاملها لكل البرلمانات الى ان تعد. احنا عند اللائحه دي من السبعينات. ثلاثة، وده الأهم، جهد مشكور، ولسه الجهد الأكبر في مواجهة الجلسة العامة، شوفوا يقدروا يعملوا إيه ويواجهوا كل ده قدام الجلسة العامة. إلى الآن نجد أن هناك مسارات جيدة في اللائحة، لكن في حقيقة الأمر بقى وده المهم، في نقط كده تكون محتاجين اديني النقط دي. يعني رقم واحد، خلينا نبتدي من مما انتهى إليه سيادة النائب دكتور مجدي. اللجان كويس، اللجان دي، لكن هناك لجان أخرى كان يجب أن تفصل أيضا نفس العلم. لجنة الشؤون الاقتصادية، هذه اللجنة تتعامل مع ثلاث وزارات، التموين والاستثمار والخارجية. تخيل لجنة الشؤون الاقتصادية يجب أن تفصل عن تفصل اللجنة تفصل من داخلها، يتم فصلها إلى ثلاث لجان على الأقل. هذه اللجنة تجزئة، هذه اللجنة تتعامل مع ثلاث وزارات مثلا، هذه واحدة. اثنين، كنا ننتظر برضو بالنسبة للصين في الخارج، احنا هناخد من اللي تقال نعفيه من الجلسات. يعني ايه نعفيه من حضور الجلسات؟ يعني انا بقول على ما قيل في الاعلام، رقم قلته ان هيكون ثلاث جلسات، يومين كل شهر، مش ثلاثه. يومين يعملوا فيهم ايه؟ يومين ممكن يعملوا فيهم يومين يجيو لا يعني يحضروا يومين. طب ما بعدناش كتير، مظبوط كل شهر. السؤال لحضرتك، تعريف حتى القانون ليه مصري مقيم في الخارج واقامته العاديه في الخارج، حضرتك بتطالبه ان هو يجي ويقعد معانا، لازم يجي على الاقل في شهر. دي نقطة. النقطة الثانية بقى، ما هو هيجي يجي على الأقل يجي، ما هو بقول له حركة اهو، التعريف قال مقيم في الخارج، هيفضل رايح جاي على نفقته، على نفق واحد مقيم في أمريكا سيدي الكريم، هيجي مرتين في الشهر. لازم ماشي. أنت عايز تمنعه إن هو أو تدله الرخصة إن هو ما يحضرش؟ لا، أنا ما قلتش ولا ده ولا مع ولا ضد، أنا بحط نقط علشان بس إيه ما يصادفناش وإحنا ماشيين بعد كده عراقيل. يعني واحد ساكن، يعني واحد مقيم في أمريكا هيجي مرتين في الشهر؟ والله ده يعني واحد. يا دكتور مجدي إحنا الرد يعني موجود، بس إحنا سألنا نشوف كتير قوي ضيوفنا اللي كانوا موجودين أيام الانتخابات من المصريين للخارج، وقالوا لنا بصدر رحب إن إحنا هنحضر كل الجلسات. أنا يا جماعة أنتوا عايشين في الخارج، قالوا لنا هنحضر. بص يا أستاذ كمال، إحنا مش بنتكلم على حالات فردية للنواب، أنا بتكلم على لائحة تتحط بصرف النظر مين اللي موجود النهاردة للنواب. يعني النهاردة النواب 600 مش هم دول اللي هيفضلوا العمر كله للائحة، مش كده؟ إحنا بنتكلم في نصوص لائحة مجردة فيما بعد. بعيدا بالظبط. الحاجة التانية دي برضو عايزين نشوف لها حل. الحاجة التانية، طيب النواب اللي مقيمين هنا في مصر، المقيمين هنا في مصر هتعفيهم برضو من الحضور ولا يحضروا؟ المقيم بقى هنا في مصر، يعني المصريين اللي في الخارج المقيمين في مصر، هتعفيهم الحضور ولا هيحضروا؟ واللي هتعفيهم الحضور سواء بره او جوه هيتخصم من بدل حضور الجلسات ولا هيفضل موجود؟ لا ده منطقي، طبعا منطقي مخصوص. انا بس بحط اسئله. لا ده سؤال مجاب عليه. تمام، مجاب عليه. لا الرد بقى الحقيقي بقى السؤال الغير مجاب عليه عشان ما تشوفش اللي كان في المجلس. لا اصل خلاص فاكر لما كنا بنشوف المجلس فيه 15 بس عايز اقول لك ليه بقول كده يا دكتور مجدي، لان بعض النواب لما عرفوا ده قال لك الله انت ملعتني، ده انت اللي عفتني، فالاعفاء انت اللي معفيني منه، الاعفاء ما يكونش مقابل انك تعفيني كمان. لا في نص الاعفاء انك انت حضرتك على الاقل حضور جلستين في الشهر، بالظبط مش كده؟ لكن عايز تحضر كل الجلسات احضر. حلو، لكن اللي انا عايز اقول لحضرتك ما حضرتش مالكش بدل. مظبوط. اللي عايز اقول لحضرتك في نهايه يجب ان تكون هذه الماده ماده انتقاليه في اللائحه مش ماده اصيله. ليه؟
ده هي فصل تشريع واحد، لانه اصلا الدستور طبعا هي حطيتها فصل، هي الدستور اصلا نص عليها فصل تشريع واحد. حتى وبعد كده حتى بالنسبه لذوي الاعاقه هينتهي كل المزايا وللعاملين بالخدمه الانتقاليه ولا ثابته في اللائحه؟ ده في اللائحه موجوده، ليست ماده انتقاليه، ماده ثابته. اذا انما هتطبق لفصل تشريع، اذا يضاف اليها فصل تشريع. لا ما انا فاهم، بس الفكره ايه؟ نزلها بس شويه، معلش احنا بنتكلم طبعا للصالح طبعا، عشان بس حضرتك عارف المتصيد كتير. بالزبط. احنا لسه في بدايتها، لسه ما عملناش حاجه. بالعكس. فلو نزلت لماده انتقاليه، لانك مش هتحتاجها تاني الى ان يقرر ما دون ذلك، فتنزل تحت، لان في مواد في ست حاجات او ست فئات، منهم ثلاثه اول مره واخر مره. واخر مره. ايه تاني؟ خلاص. الحاجه الثانيه اللي عايزين نتكلم عليها بقى، انه فين اللي احنا عايزينه في دوره حياه مشروع القانون تحت الاب؟ ده بقى اللي فارق معايا انا بشكل شخصي كمواطن. مشروع القانون حضرتك بيجي من الحكومه او بيجي من اي كان، يعني من الحكومه او من النائب، يخش على لجنه، اللجنه ما عندهاش وقت، ممكن تدرسه شهر، ممكن تدرسه خمس شهور، ممكن تدرسه سنه، ممكن ترجعه تاني اللجنه العامه، الجلسه العامه، ممكن ينزل تاني لجنه الاعداد، يعرض على مجلس الدوله وهكذا. مشروع القانون الدوره الطبيعيه بتاعته بياخد له من ست شهور لسنه، بس عشان الامور تبقى واضحه يعني. انا اتصور انه اللائحه الجديده ما فيش ما يمنع ابدا تحط توقيتات، وعلى اللجنه ان تنتهي في عملها في غضون شهر، وإذا احتاجت اللجنة وقتا إضافيا تستأذن في المجلس. نوع من أنواع الإنجاز للتشريعات. مشروع برضه كمال التوقيت يعني. أستاذ كمال حضرتك ممكن يخش مشروع القانون يقعد له جوه في اللجنة سنة، ما عندناش أي مشكلة، سنتين، مش كده ولا إيه؟ طب ما تيجي نستخدم بقى إن بنغير اللائحة ويبقى عندنا إنجاز. زي ما عملت 15 يوم للقوانين أو قرارات بقوانين اللي صدرت قبل كده. بس شهر ولا شهرين، أيا كان المدة، أنا ما يهمنيش المدة. بس حط بس حط توقيت لعمل اللجنة، ولو حبت تستزيد تستأذن المجلس. طيب. أخيرا الادوات الرقابيه، هناك ادوات رقابيه، عندنا 12 اداه رقابيه. الفعال منهم 2 او 3 والباقي كله ملوش قيمه، ينتهي بتقرير طلب بيان عاجل. حضرتك قلت لي بيان عاجل، احاطه، حضرتك احطني علما، شكرا. تقارير تخص حقائق، بس في رئيس الجمهوريه عشان نفهمها يعني، اصل رئيس الجمهوريه مش للحالي بس، ده اللي جايين كمان. يعني اذا ظل النص يعني تلتين كما هو، تلتين مجلس النواب من الممكن ان هم يسحبوا الثقه من رئيس الجمهوريه. مظبوط. طيب وباقي الادوات الرقابيه يا استاذ يا خالد بيه بقى، في ادوات رقابيه يعني انا بحضرتك تعمل بايه في طلب الاحاطه؟ تحيط الوزير علما بكذا. انا عايز بس يعني خليني في الجزئيه دي، بعد ما سحب الثقه من رئيس الجمهوريه اللي يحصل تجرى انتخابات، بتجرى انتخابات ولا بينزل استفتاء للناس؟ لا بينزل استفتاء، بينزل استفتاء، بينزل استفتاء. لا لا لا، عندك حاجه، في حاجه اخطر من كده. بينزل استفتاء، واذا الاستفتاء يحلل اصر على انه رئيس الجمهوريه يبقى، يعد البرلمان منحل ويعد البرلمان، يعني يحل فورا. يعني ماده قويه جدا ذو شقين، لا تسمح بالتهريج، لا تسمح بإهام الرئيس، وده بيقدم وكل من هب ودب يجمع 200 واحد ويقدم لي طلب صح بالثقه من الرئيس. مسألة هو يعني هتتطور، انا بتكلم عنه كنص مجرد، نص مستحدث. واخد بال حضرتك؟ والاتهام لثلاث قضايا فقط. والاتهام اولها ايه؟ عارف اولها ايه؟ انتهاك الدستور. انتهاك الدستور، انتهاك الدستور، او الخيانه العظمى، او عمل مخل. والقانون نظم اجراءات معينه، مين اللي بيحقق مع الرئيس هنا؟ النائب العام شخصيا او احد مساعديه تعذر على النائب العام. مين المحكمه؟ ده المحكمه برئاسه رئيس المجلس الاعلى للقضاء وعضويه 2 من رؤساء من نواب، اكبر نواب رؤساء نواب محكمه النقض. لا، تشكيل محكمه خاصه بنص دستوري ايضا. فلا بد كل هذه الامور الدستوريه كان يجب ان توضع في الاعتبار وقت صياغة اللائحة أو وقت وضع اللائحة، لأن لها إجراءات خاصة لابد من مراعاتها. اللائحة أيضا، اللائحة بتصدر بقانون، وهذا لأول مرة. طيب أستاذ خالد، يعني كان في العضو المحترم الأستاذ علاء عبد المنعم قال إن هو هيتقدم بطلب لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، وبيتكلم إنه مراعاة الأحكام السابقة، يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه في خلال 30 يوم. كان زمان طلب الإحاطة زي ما حضرتك كنت بتقول ممكن ياخد مدده، يعني 6 شهور 7، إنما هنا ألزمنا إنه في خلال 30 يوم على الأكثر يكون الموجه إليه طلب الإحاطة. ده تم تبليغه وتم على ورد عليه كمان، ورد عليه إذا لم يرد مثلا انقضاء أسبوع على إبلاغها بحسب أهميته، في خلال أسبوع من إبلاغه. فحطينا مواقيت عشان برضو الدنيا تبقى مضبوط. بتتابع بالتأكيد مواقع التواصل الاجتماعي طبعا، والناس بصفة عامة كانوا بيتكلموا على إن الحصانة، عايزين نشيل الحصانه من على النواب بكل صراحه، مع ان الحصانه ضروريه للغايه لمجلس النواب. تمام. او للعضو مجلس النواب. لسه المجلس ما بقالوش شهر. ولسه ما مسخنش زي ما بيقولوا، وفي 3 طلبات لرفع الحصانه عن 3 نواب. طبيعي. انت شايف ازاي طبيعي؟ لا لا لا، النيابه
العامه او الجنايات او اذا طلبت رفع الحصانه فبياخد اجراءه الطبيعي وبترفع الحصانه بس يقرر المجلس رفع الحصانه. تمام. النقطه اللي عايز اقولها بقى يعني واضحه اللي شلتوها من وزير العدل، ثم يراقب الجهاز التنفيذي اللي بينفذ بما فيهم رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابه وبما فيهم رئيس الجمهوريه نفسه وبما فيهم رئيس يعني انت النهارده بتدي النائب ده قوه رقابه كبرى وعليا. ازاي ابقى سحبه من كل التحصينات له واقول له روح هابر مع الوزير او شيل رئيس الوزراء او اسحب الثقه من رئيس الوزراء او اسحب الثقه من الحكومه او هات حق الغلابه اللي مش الحكومه مش مهتمه بيهم وانت الراجل معدوم الحصانه ومعدوم القوه وراجل كده يعني. استاذ رامي انت معاك الكلام ده؟ طبعا يا فندم، بس ابتداء استاذ علاء عبد المنعم فيما تقدم له انا معه في حاله في انا بتكلم على المواطن في حاله التلبس فقط في حاله التلبس ده موضوع ثاني لكن حضرتك انك وده بنص الدستور كمان بنقول في حاله الطوارئ وفي حالات الخاصه بنسمح بهذا والضروره بنسمح بهذا لكن ليس هذا العرف وليس هذا قانون لانه الدستور ما بيقولش كده. القضيه الثانيه بقى بالنسبه للنائب الحقيقه لابد انه عربيته ما تتفتش الا اذا كان في ما يدعو لهذا. اذا اعلم عن شخصيته مش مفروض تتفتش. ده كلام جميل جدا بس حضرتك يعني اذا احنا عشان انت النهارده عضو يا دكتور مجدي لا انا مواطن مصري معدي في الشارع وعلى لجنه لو قال لي هفتش عربيتك قلت له لا انا الحق الدستوري مش راح لك. اقول لحضرتك مش شرط بقى اقول لحضرتك حاجه ثانيه كمان لو وقفتك لجنه وقالت لك انزل هفتش عربيه تقول لا انا مع يا انا ليه حق دستوري طالعين من مدينه الاعلاميه يا استاذ الفاضل لكن الدكتور مجدي انا مع حاجه ثانيه لا انا معيش كارنيه انا مع حاجه ثانيه اذا عملت مخالفه مرور معاقبه لا انا بتكلم على اللجان كلام لا لحظه انا شوف انا لجنه بمجرد ما تقول له ان حضرتك خلينا بقى نجيبها من حتى طب انا لما الحرس بتاع العربيه اللي ورا الوزير بخمس عربيات يقول له ده معالي الوزير مش الخمس عربيات بتعدي مش ممكن النائب يعني يتفتش والخمس عربيات بتوع الوزير يعدوا بس خارج القبة زي المستشار وعلى المستشار داخل قاعة المحكمة هو بس يعني رئيس جمهورية المحكمة وعلى النائب أن يحمي الحصانة خارج وداخل القبة يعني تقدير الحصانة انت عارف ان النص الدستوري على النائب ان يحمي الحصان خارج وداخل انت عارف الدكتور مجدي النص الدستوري عامل ايه؟ ده التزام ادبي في اللائحه النص ادبيا النص الدستوري جه وقال ايه؟ عما يبديه كان قديما يبدي من افكار واراء المره دي بقت ايه يا فندم؟ اراء فقط حتى الافكار ما بقتش محميه عشان كان بيقول لك اصل انا فكر يعني فكر يعني القصد يعني النيه اصل انا كانت نيتي وانا بقول له كذا كانت حلوه يعني شوف اتشالت كلمه الراي بس فاللي عايز اقوله في نهايه النهايه اساءه الاستخدام هو ده اللي بنقف معاه واحد معدي في لجنه افتح لي يا ابن اللجنه دي انا كذا انت مواطن واحد في المطار لا انا ما بتفتش انا حصان يا اخي ده انت المفروض تكون قدوه في نهايه النهايه التفتيش الروتيني طبعا الروتيني انا بتكلم عن الروتيني داخل فندق يقول له لا انا ما عديش على الجهاز ده حصل قدام عينينا ما انا بتكلم في حالات فرديه لا بص حضرتك يعني انا شخصيا قدام النائب بص يا استاذ خالد حضرتك دلوقتي قاعد قدام ملايين بتشاهد حضرتك مظبوط ويجب ان نغير الرصيد الاسود او الصوره السوداء عن النائب الذي كان يستغل الحصانه لكن الكلام ده رصيد زي ما استاذ الدكتور مجدي كان نواب يا رامي طبعا الدكتور مجدي وحضرتك اللي قلتوه ده على عينه وعلى راسه لكن الرصيد الاسود يا استاذ كمال اللي عند الناس اللي بيقول لك الحصانه ده انت معاك حصانه يا باشا انا خلاص انا الوقت بيدهني يعني كلمه اخيره عن اللائحه استاذ خالد تمام كلمه موجزه يعني على قدر المستطاع لا احنا ان شاء الله يعني احنا كاسره وضع لائحه مجلس النواب التي ستصدر بقانون بناء على الدستور نحن نتشرف بان نقدم لمجلس النواب اولا الذي يحتضن نواب هذا الشعب وللشعب المصري ثانيه لائحه نتمنى ان تليق بهذا المجلس وبهذا الشعب العظيم وأن تمثل إنعكاسا حقيقيا لممارسة ديمقراطية أولا نتمنى. وتفعل مكنتي الرقابة والتشريع دكتور مجدي أنا بقول إن احنا الحقيقة عملنا جهد كبير كأسرة لإعداد اللائحة وأعتقد إن احنا ناقشنا كل مادة احنا 391 مادة نوقشت كل مادة باستفاضة وعملنا كل الجهد الممكن إن احنا نقدم لائحة تليق ببرلمان جديد أنا متأكد وبؤكد مرارا وتكرارا ان ده احسن برلمان في 60 سنه اتمنى يا رب انا باكد انا بشكر رئيس اللجنه الحقيقه الاستاذ بهاء ابو الشقر بوجه له شكر قدير جدا بذل جهد كبير لا هو بذل جهد كبير وكان لكل اعضاء اللجنه لكل اعضاء اللجنه نوجه لهم الشكر نتعشم ان تكون اللائحه دي فعلا لائحه مبشره بس برضو خلي بالكم يا جماعه انا هقولها اخيرا وقت اللائحه كرسي الكلوب اللي في الاخر انا عارفه اللائحه فيها ثلاث كلمات بتتكلم على السودان والنبي بس نراجعها يعني لغايه دلوقتي فيها كلمه السودان والتكامل مع السودان موجوده في احدى اللجان فيها ثلاث مرات موجود فيها السودان بس نراجعها ونشيلها اللي ده خلص ما قلتش الجمله دي بدري شويه ليه كنا ناقشناها طيب ماشي استاذ رامي محسن
مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانيه شرفتني. شكرا جزيلا دكتور مجدي مرشد، عضو لجنه تعديل اللائحه الداخليه لمجلس النواب، بشكرك شكرا جزيلا. وايضا اخيرا وليس اخيرا الاستاذ خالد حنفي جمعه، عضو لجنه تعديل اللائحه الداخليه للبرلمان، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. انا اللي شكر لحضرتك جدا وتحياتي للاستوديو النواب. تسلم يا فندم، شرفتونا بكل تاكيد. ومشاهدينا الكرام، استوديو النواب ما زال مستمر مع حضراتكم بعد الفاصل بمشيئه الله. الفقره الثابته مع حضراتكم، فقره نائب ودائره. فقرتنا النهارده هتكون عن مركز العياط في الجيزه بمشيئه الله. كل المشكلات الخاصه بمركز العياط، كل اقتراحات حضراتكم هنفتحها، هنفتح لحضراتكم التليفونات مخصوص لو عايزين تتواصلوا مع السيد النائب محمود الحفني عضو مجلس النواب عن دائره العياط اللي هيشرفني ان شاء الله بعد الفاصل بمشيئه الله. مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه معانا في استوديو النواب، وضيفي اللي مشرفني بالتاكيد في الاستوديو زي ما قلت لحضراتكم الاستاذ محمود الحفني عضو مجلس النواب عن دائره العياط. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. دائره العياط دائره ثقيله ومشاكلها كبيره. دائره كبيره جدا ومشاكلها مع 400,000 مواطن في العياط. اكثر من 400,000 مواطن، يعني اكثر من 500,000 نسمه. عدد كبير من القرى طبعا 39 قريه غير المدينه، ومشهوره مع الأسف مشهورة في الفترة الأخيرة بالحوادث بتاعت القطارات. هو كذا حد صور بعض. ده صحيح. ده أكيد. هو أنا بشرف تمثيل دائرة العياط في البرلمان وأنا سعيد بذلك، إلا إني حزين ليه كده على المشاكل اللي موجودة في العياط، إلا إنها مشاكل كتيرة جدا، وهذا المركز أهمل لسنوات عديدة طويلة. يعني عانى إهمال شديد جدا من فترات طويلة. طيب اسمح لي اتوجه للمشاهدين الكرام بخصوص المشاكل دي. اي حد عنده مشكله من مشاهدينا الكرام اهالينا اللي موجودين في العياط ممكن يتواصل معنا من خلال التليفونات اللي هتكون ظاهره مع حضراتكم او على الشاشه لحضراتكم، وكمان عن طريق هاشتاج دائره العياط. اي شيء حضراتكم بتفكروا فيه، حتى لو في اقتراحات عايزين تقدموها للبرلمان عن طريق نائبكم الأستاذ محمود الحفني عضو مجلس النواب عن دائرتكم حضراتكم، يا إما بالتليفون أو عن طريق الهاشتاج دائرة العياط. عودة مرة تانية للأستاذ محمود. فضل. زي ما قلت لحضرتك، الإدارة بتعاني من مشاكل كثيرة جدا على مدى سنوات طويلة. هنتكلم على قطاع الصحة، هنقول إنه في مطلب لأهالي دائرة العياط منذ سنوات طويلة، من أكثر من 25 سنة بتطالب الحكومة بتحويل مستشفى العياط من مستشفى مركزي إلى مستشفى عام. لم يتحقق هذا المطلب إلى الآن. هذه ده أولاً المستشفى. ده المستشفى. لو هنتكلم الأول ناخد قصة المستشفى، لأنها زي ما قلت لحضرتك عدد قرى العياط كبير جدا، بنتكلم على 39 قرية، أكثر من 500,000 نسمة، بيتردد على المستشفى يوميا من 1200 ل 1800 مريض يوميا. تخيل هذا الحجم. أضف إلى هذا أن إمكانيات المستشفى لا ترتقي أبدا لخدمة هذا العدد من المرضى. طيب زي ما قلت لحضرتك بنطالب بتحويل المستشفى إلى مستشفى عام، بنطالب بسرعة تطوير المبنى اللي هم حاليا شغالين فيه وهو المبنى الاقتصادي. هم بالفعل انتهوا من مبنى الطوارئ، وده حاجة كويسة جدا لازم نشيد بيها، لكن بنتمنى أن يكون مستوى الأداء المهني في هذا المبنى زي المستوى الإنشائي والتجهيزات اللي موجودة، ما نهملش اللي هو الشيء الأساسي هو الأداء المهني وتوفير عدد من الأطباء الكفء في هذا المستشفى. طب ما يراك نتعرف عن قرب عن مركز العياط من خلال تقرير أعده زملائنا في الإعداد خاص بمركز العياط وأهم المشاكل اللي موجودة في مركز العياط، وبعد كده هنتابع حوارنا مع نائب مركز العياط نائبكم الأستاذ محمود الحفني. ما بين الإهمال والتجاهل والفوضى عانت مدينة العياط على مدار عقود متتالية، فعلى الرغم من كون مركز العياط تابعاً لمحافظة الجيزة
إلى أنه واقعيا الأفقر بين مراكز المحافظة، لدرجة أصبح السير في شوارع العياط مغامرة غير مأمونة العواقب، خاصة عند مرورك بمزلقان الموت كما يطلقون عليه أهل المدينة. حوادث على طول، موتة وكل يوم 3-4 بيموتوا، كل يوم لسه ناس بتموت لحد دلوقتي. مزلقان مركز بسلسلة، في مزلقان واقف عليه كده، كل حاجة البياعين واقفين، فين بتاع المزلقان؟ كل يوم حوادث، كل يوم حوادث، كل يعني من 5 أيام واحد حضرتك في هنا الحرامية واقفين، حضرتك الحرامية واقفين هنا على الرصيف، والمركز موجود يعني 10 متر بين المركز والرصيف، واحد واكله قطر عشان واحد خطف منه التليفون وبيجري. أما في مستشفى العياط المركزي فانتشار مياه الصرف الصحي ونقص الأطباء والدواء جعلها مكانا موبوءا لا يرقى لعلاج الإنسان. مشكلة أن أنا ممكن أكون جايب مريض أصلا ويموت مني هنا، مفيش إمكانيات، هيعالج منين؟ مفيش علاج، العلاج اللي بيجي من بره يقضي 20-30. طب والألفات اللي جاية إزاي مستشفى بالحجم ده والمركز ده ما تكونش عامل؟ يكون في سرير نظيفة، أماكن نظيفة، العلاج بتاعنا ما بيبلغوش. شوفوا لنا حل في الموضوع ده، إحنا هنا في خطر وممكن المستشفى دي تقع علينا من الوقت كده حالا. النواب بتنجح خدت اللي هم عايزينه، وسعادتك بيسافروا يقعدوا في مصر وما لهمش دعوه بالبلد. مطالب اهل العياط هي العيش بادميه، فهل من يسمع شكواهم؟ طيب، ده كان تقرير عن صوت حضراتكم، صوت المواطنين في مركز العياط اللي بيقدموها للنائب الخاص بهم الأستاذ محمود الحفني. ولو في أي مشاكل تانية عند حضراتكم أو في أي اقتراحات عايزين تقدموها للنائب بتاعكم علشان يقدر يقدمها في مجلس النواب ويتبناها عن طريق التليفونات الموجودة على الشاشة أو عن طريق هاشتاج دائرة العياط. طبعا حضرتك سمعت التقرير وكان بيتكلم عن في آخره عن المستشفى اللي حضرتك كنت بتكلم عليه. هو أنا هضيف لحضرتك حاجة، أنا يوم 27-12 عملت زيارة المستشفى العياط للوقوف على حالة المستشفى، فوجدت الآتي زي ما قلت لحضرتك، بيتردد يوميا على المستشفى من 1200 ل1800 مريض. طبعا كمية العلاج الموجودة يوميا، كمية العلاج الموجودة في المستشفى لا تكفي بأي حال من الأحوال هذا العدد. في يعني مشاهد كريم وأحد المواطنين قال كده في التقرير. نعم، ده هو محق تماما في مقال. وجدت في مشكلة كبيرة تانية موجودة، مشكلة الصرف. البدروم بتاع مستشفى العياط حاليا اللي فيه وحدات اللي هي للغسيل الكلوي دي ممتلئة بالمياه الصرف، ودي مشكلة كبيرة جدا بتأثر على بدروم المستشفى. بدروم المستشفى يعني مش بنتكلم على قرية ولا بنتكلم على مكان بعيد، بنتكلم على المستشفى. نعم. المفروض تكون يعني نقية طبعا، المكان فيها طبعا بيمتلئ بالمياه. صرف صحي، صرف صحي، مياه الصرف. هو طبعا تعرف المستشفى العياط ما فيهاش صرف صحي الى الان، ودي مشكله نتكلم عليها لاحقا يعني. فالمستشفى في منطقه زراعيه بيجي اليها المياه الصرف دي، بتسرب الى مبنى المستشفى، خاصه ان البدرون ده منخفض طبعا فبيمتلئ بالمياه، وده بيؤثر على امن وسلامه المستشفى. رد المستشفى كان ايه؟ يعني عملوا ايه؟ رد المستشفى في الحقيقة أنا قعدت معاهم، عملوا مخبط كتيرة جدا لكل الجهات المسؤولة، كانوا بيبعتوا لهم عربيات تشفط هذه المياه، بس ده مش حل، ده مش حل أبدا جذر للمشكلة. طبعا يعني عربيات للشفط، طب أنت كل يوم تشفطها يعني؟ طبعا ده مش حل خالص. أنا يمكن حضرتك يوم 4-1 تقدمت بعدة طلبات للسيد اللواء محافظ الجيزة، كان من ضمنها مشكلة المستشفى. طلبت بحل مشكلة المياه الصرف الموجودة ديت، طلبت بتوفير عدد 2 سيارة إسعاف، لأن زي ما قلت لك إمكانيات المستشفى محدودة، وهي يوميا بتتلقى العديد من حوادث الطرق اللي هي مشهورة عندنا طبعاً في العياط، فما بيقدروش طبعاً، إن هو عايز إمكانيات كبيرة في عمليات تبقى محتاجة إن هي تنقل إلى مستشفيات أكبر، إلى مستشفى القصر العيني. ما فيش عربية إسعاف في المستشفى. مستشفى بدون عربية إسعاف؟ عربية إسعاف إزاي؟ أنا بقول لحضرتك ده اللي أنا لمسته، ده اللي موجود.
نضاله جدا. مستشفى بدون عربيه ده انا هحكي لحضرتك موقف اصعب من ذلك. الناس بتعمل ايه؟ وانا قاعد في المستشفى جت حادثه، ففي مريض جاي وبينزف وحالته تستدعي انه ينقل الى مستشفى قصر العين. اتصلوا المستشفى، اتصل بالاسعاف، فرد الاسعاف عليهم انه لازم يكون في تنسيق مع المستشفى اللي احنا نروح فيها، وجابوا لنا موافقه المستشفى واسم الطبيب اللي هيستقبل الحاله. طيب انا عندي حاله بتنزف بهذا الوضع واستنى لما اعمل تنسيق مع المستشفى واجيب لك موافقه المستشفى اللي هو دي حاله طوارئ، في حد بيعمل تنسيق لحاله طوارئ؟ المهم اتصلت برئيس هيئه الاسعاف، وبعد مكالمه الراجل تفضل مشكورا وبعت لي عربيه اسعاف لنقل المريض. طيب هو كل حاله هنقعد نتكلم ونكلم رئيس هيئه الاسعاف، وفوجئت ان هذا قرار لرئيس الوزراء. انت بتتكلم كعضو مجلس نواب؟ نعم. المواطن العادي اللي ما عندوش عضو مجلس شعب مش عارف يتواصل معك يعمل ايه؟ تخيل هذا، دي مأساة كبيرة جدا. هيعمل ايه؟ دي مأساة كبيرة جدا بنعاني منها طبعا، مأساة كبيرة جدا. وبعدين طلبت انا في السيد المحافظ بتوفير عدد 2 سيارات اسعاف، وبقى ناشد السيد وزير الصحه من منبرك هذا انه يسمعنا وانه يستجيب لهذا المطلب لانه ضروري جدا لمستشفى واحد. هذه واحد. طلبت بهدم المبنى القديم، زي ما بقول لسعادتك انه العدد وحجم بلد زي العياط او مركز ومدينه العياط تستدعي ان يكون في مستشفى كبير. انا عندي مبنى قديم في المستشفى، والمبنى القديم للمستشفى انشئ تقريبا سنه 1939، تتكلم اكثر من 75 سنه. نظام الحوائط الحامله، طب ده هطوره ازاي؟ الحل الاجدى والانفع ان انا ازيل هذا المبنى واقوم ببناء مبنى كبير مكان هذا المبنى على مساحه واسعه. الفترات اللي فاتت دي كلها ما حدش اتكلم في الجزئيه دي؟ يجوز يكون في حد اتكلم، او اكيد في حد اتكلم ومحدش استجاب. نتمنى ان احنا نتكلم والناس تستجيب لينا والحكومه تستجيب لاهل العياط. مش عايز اقول لك الناس بتعاني معاناه شديده جدا، الناس يعني تطح الكيل بهم. احنا بنتكلم عن ميزانيه الصحه في الدستور المفروض ان هي زادت، صحيح يعني زياده يعني صعبه ان احنا نتكلم، احنا بنتكلم في 3% وانها تزيد بعد كده. الصحه محتاجه اكتر، احنا بنتكلم في ميزانية الصحة في أمريكا، بس يعني صعب المقارنة، مش عايز أقارن بين أمريكا. لا ما تقولش بقى عشان الناس ما تحبطش أكتر من كده. يعني أنت بتتكلم في 2 تريليون دولار، تريليون، تريليون اللي هو 1000 مليار، المليار اللي هو 1000 مليون. شيء رهيب ده طبعا. الصحة طبعا. لأن أهم حاجة أنت عندك مواطن سوي، مواطن صحي يعني عنده صحة، يعني مواطن هينتج. مواطن تعبان يعني مواطن مش تقدر تاخد منه أي حاجة. أكيد. زي ما قلوا لحضرتك بقى، شوف بقى اللي انا بقى اعاني منه يوميا. يوميا ياتي الي ناس احنا عايزين توفر لنا سرير في اي رعايه مركزه. مش لاقيه. افضل اتصل بمستشفيات كتير ما فيش. اقربها بقى لي يومين حاله عندي من قريه اسمها العمليه. في مستشفى خاص، وطبعا مصاريف المستشفيات الخاصه كما تعلم ما يقدرش عليها اي حد. بقى لي يومين دايخ معاه عشان اوفر له سرير في رعاية مركزة في أي مستشفى عام. مش لاقي. في طيب. تكدس في كل المستشفيات. اسمح لي إن احنا ناخد اتصالات المشاهدين. أعضاء أو يعني مشاهدينا من مركز العياط، أهالينا اللي موجودين في العياط. الحاج وحيد من العياط، أهلا بيك يا حاج وحيد. السلام عليكم، ازيك يا استاذ كامل، ازي حضرتك وازي سياده النائب محمود؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك يا استاذ كامل. سعادتك ارجوك تسمعني وتسيبني اقول كل مشاكل العياط. اتفضل. انا بخاطب على قنواتكم العظيمه ايام قبل كده او من قيمه اشهر او سنين، على جميع كل القنوات او الاولى والمصريه. احنا سمعناك يا فندم. العياط معدوم ليها 40 سنه ولسه عزايد دلوقتي. ممكن يكون الاستاذ محمود لسه جديد وسياده النائب، وقبل كده مركز العياط ما فيش نائب فيه يخلص لابناء العياط. مركز العياط تعالى شوف، وانت صورت على ارض الواقع، شوف مركز المدينه وماسكه رئيس مجلس المدينه قاعد في غيبوبه وقاعد في الكرسي، والكرسي موجود وهو مش موجود. ايه المشكله؟ ايه المشكله يا حاج وحيد؟ محمد كمال الدالي ما بينزلش مركز العياط. عندنا كوبري اسمه كوبري الرشاح
في مركز العياط في قرية جرزة شامل الفيوم وبني سويف وطريق الهرم هيقع، وانا بخاطب السيد فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وانا بخاطب سيادة النائب محمود اللي قاعد قدامك سيادة النائب محمود حفني في كوبري اسمه كوبري الرشاح ومحافظ الجيزة اللي قبل محمد كمال الدالي كشاف العماير اللي في قرية جرزة وما نزلش على ارض الواقع، الكوبري ده هيقع بكرة او بعده بجرارات بتحمل طوب 60,000 طن. بشكرك شكرا جزيلا للسيد فخامة السيد عبد الفتاح السيسي ان تتقلب مستشفى عامة ما فيهاش دكتور نفساني، وعندنا حالات في جميع القرى حالات نفسية وعصبية. بخاطب رئيس مجلس مدينة العياط ومحافظ الجيزة وزير الصحة محمد الدكتور محمد عزمي، لازم وزير الدكتور وكيل وزارة الصحة محمد عزمي لازم وزير الصحة يشيله الدكتور. طيب محمد بشكرك شكرا جزيلا يا حاج وحيد، يعني وجهة نظرك وضحت بكل تأكيد، انت بتتكلم على كوبري الرشاح اللي موجود في العياط كوبري جرزة، وبتتكلم كمان على المستشفى ان هي تتحول لمستشفى ادمية زي ما سيادة النائب ما كان بيتكلم. كوبري الرشاح ده كوبري الرشاح دوت في قرية جرزة، وبالفعل ان شاء الله الفترة الجاية احنا هنطالب بمعاينة للكوبري ونشوف ايه الاجراء اللي هيتم التعامل معاه في كوبري الرشاح بجرزة. عودة مرة تانية للمستشفى، شكل يعني الناس بتعاني كتير من المستشفى جدا، بقول لحضرتك معاناة فوق الوصف. كما تعلم حضرتك قريبا الحادث الأليم اللي ألمنا بينا جميعا في مزرقان البليدة، وبحض حقيقته 7 من أهالي قرية بيتسا مركز العياط. أنا كنت متواجد معهم في المستشفى في هذا اليوم، وفي الحقيقة كان حادث أليم ومأساوي جدا، ووقفت معهم عند المشرحة في انتظار تجهيز جثامين الضحايا، فوجدت منظر عجيب جدا، انه المشرحه ما فيهاش ميه عشان يغسلوا جثامين الضحايا. وجدت خرطوم، موصلين خرطوم من حنفيه طول حوالي 30 متر عن المشرحه بيوصلوه عشان يغسلوا بيه جثامين الضحايا. وجدت المياه مختلطه بدماء الضحايا تخرج علينا وعلى الاهالي ونحن واقفون امام المشرحه. اتتخيل هذا المنظر؟ انه في ناس مجروحة بهذا الجرح واقفين بيشوفوا دماء ابنائهم ماشية قدامهم. هذه هي طريقة ادمية للتعامل مع الضحايا؟ اقسم لك بالله ان انا بعد هذا اليوم انا قعدت يومين في بيتي من قدر اتحرك مما المني من هذا المشهد. مشهد محزن لو على وصف حضرتك طبعا. يعني بكل تأكيد. طيب طبعا. احنا عايزين نتعرف اكتر على المشاكل الموجودة في العياط، او بلاش مشاكل يعني اي حتى اقتراحات من قبل المشاهدين او اهالينا اللي موجودين في العياط. زميلي محمد مجدي بينضم لي على الهواء مباشرة عشان نعرف منه اكتر اللي بيحصل هناك واراء الناس. اهلا بك يا محمد، اتفضل وكلمنا على اكتر ايه اللي بيحصل هناك. اتفضل. مساء الخير عليك كمال، مساء الخير على كل مشاهدين الكرام، مساء الخير على ضيفك الكريم. ننقل لكم هذه التغطية الحية والمباشرة من قلب مركز ومدينة العياط، وهو أحد مراكز محافظة الجيزة ويعد من أكبرها. تبلغ مساحة مركز ومدينة العياط 38,000 فدان، يبلغ عدد سكان مركز ومدينة العياط 400,536 نسمة. يوجد بمركز ومدينة العياط 7 وحدات محلية و39 قرية و139 كفرا ونجعة. يمثل مركز ومدينة العياط نائبان بالبرلمان هم أستاذ محمود عبد المعز الحفني واللواء محمد صلاح أبو هميلة. في ضيافة زميلي كمال بالأستوديو الأستاذ محمود عبد الحفني النائب عن دائرة العياط بمجلس النواب ليجيب عن أسئلة ومطالب أهل دائرته، وفي ضيافتي أنا هنا بمدينة ومركز العياط أهل العياط من أجل إيصال مطالبهم لنائبهم بالبرلمان. بداية في هذا اللقاء المفتوح، عرفونا كل واحد يعرف نفسه يا جماعة. مليح فوضى مركز العياط. تفضل. أحمد أبو الريش مركز العياط. تفضل. محمد أبو حافظ من مركز العياط. جمعة فوزي أبو حلف العياط. أسامة علي جمعة العياط. محمد أبو الريش من مركز العياط. محمد شحاتة البحيري مدينة العياط. شكرا لكم. بداية ملف الصحة هو ملف
هام جدا، لذا سيكون هو أول ما في لقائنا. ملف الصحة، أستاذ مليحي فودة، حدثنا عن حال مستشفى العياط المركزية وعن حال الوحدات الصحية المتواجدة بكرة مركز دمياط. هو عامة العياط، عفوا العياط، عامة هو يعتبر ما فيش مستشفى في العياط، هو متواجدة مستشفى لكن هي لا وجود لها نهائي، لا وجود لمستشفى في مركز العياط نهائي، لا خدمات، معدومة الخدمات من أكثر من 40 سنة. مستشفى تخش جوه المستشفى المجاري، مية المجاري والدود ووباء جوه المستشفى، تحس ان انت في محطة مجاري مش في مستشفى. المرضى اللي بيروحوا المستشفى اللي في حالات خطرة مفيش اي علاج داخل المستشفى نهائيا، يخش المستشفى يقول لك حوله على الحوامدية، واحنا بنبعد عن محافظة الجيزة اكتر من 40 كيلو، عشان المريض يسافر اكتر من 40 كيلو للجيزة ده يموت في السكة. اسعاف، مفيش اسعاف في العياط، حتى العربيات الاسعاف اللي كانت موجودة اتوزعت، في منهم عربيتين ودوهم وقفوهم عند قرية اسمها بامة. مفيش اي خدمات بالنسبة للمستشفى والناس بتعاني، احنا في بلد اكتر من 200 الف نسمة. وفعلا زي ما قال سيادة النائب محمود عبد المعز ان بيجي المستشفى يوميا اكتر من 1200 ل 1800 مريض يوميا، والمستشفى مفيش، مستشفى مركزي. وبنطالب برضو السادة النواب ان هم باقصى سرعة ان هم يحولوا المستشفى من مستشفى مركزي لمستشفى عام. وموضوع المستشفى حضرتك لو دخلت وصورت شفت المجاري جوه طفحة في البدروم بتاع المستشفى وفي أرضية المستشفى، يعني وضع أصلا لو أنت سليم ودخلت المستشفى هتمرض. يعني وضع المياه الكارثي ده احنا شفناه النهارده، بقاله قد إيه؟ ده بقاله أكتر من 5 سنين، أكتر من 5 سنين مية المجاري دي طفحة في الأرضية، مش لاقيين لها حل. جابوا مهندسين عينه من الصف الصحي ومن كذا جهة، مفيش مش لاقيين لها حل. وجميع الجهات عارفه الكلام ده. يعني شكرا ليك، ننتقل لاستاذ احمد ابو ريش، ننتقل الى ملف مياه الشرب. ما هي مدى جوده مياه الشرب بالعياط؟ رديئه جدا، لان شبكه مواسير الميه اللي في الارض كلها متهالكه، فحضرتك المواسير القديمه محقونه بمواسير صغيره جواها، وشبكات الصرف الصحي بتخبط فيها والطرنشات بتخبط فيها بتسرب دي على دي، فميه الشرب عندنا مخلوطه بميه الصرف الصحي. طبعا متأدي بقى للفشل الكلوي وجميع الامراض كلها، بنشرب ميه مخلوطه بميه الصرف الصحي. تمام. بالنسبه لملف البنيه التحتيه، استاذ جمعه ابو حلف، هل هناك قصور في شبكه الصرف الصحي ام انها تعمل بشكل جيد؟ هو اساسا مفيش شبكه صرف صحي في العياط لحد دلوقتي شغال، احنا بقالنا 15 سنه شغالين في المشروع ده ولحد الان المشروع ما اشتغلش. اسال على حضرتك بقى كده ان الصرف الصحي ده بيتسبب في امراض كتير جدا، فيروس سيلا، وتسال على الامراض كلها تلاقي مركز العياط مشهور على مستوى الجمهوريه ان اكتر ناس عندهم مرض بفيروس سيلا تلاقيهم من مدينه العياط. قيس على كده بقى 39 قريه ما فيهمش صرف صحي والمياه مختلطه بمياه الشرب مختلطه بالصرف الصحي. شكرا. استاذ محمد احمد، بما انك طالب، كلمني عن الخدمات التعليميه اللي بتقدم ليك في العياط بالنسبه لعدد المدارس وعدد الفصول والتكدس داخل الفصول. هو بالنسبه للتعليم مركز ومدينه العياط من اسوأ التعليم على المحافظه كلها، من اسوأ التعليم هنا. مثلا انا بطلب مجلس الشعب بند ان هو يحط قانون لا يزيد عدد الطلاب في الفصل عن 30، لكن تعالى حضرتك دلوقتي تخش الفصول هتلاقي يزيد عن 60 و70. طب ازاي المدرس هيوصل الفكره للطلاب؟ هو العدد زاد ده مهما بذل اقصى جهده مش هيقدر يوصلهم المعلومه عشان عدد كتير جدا، 70 ولا 60 طالب. وفي برضه هنا مصطفى اخويا مثلا في المدرسه الابتدائيه كان جاي لها قرار ازاله، نقلوه مدرسه تجاره مع مصطفى بيقول انا داخل دوره الميه لقيت كلب. يعني رايت مدارس بجانب خطوط السكك الحديد. هل ده بيؤثر على حياه الطلاب؟ وهل ده بيؤثر جدا عشان برضه لما القطر يعدي بيعمل ارتباك في المدرسه. يعني هل قبل كده كان في حادث مثلا تصادم قطار بطالب؟ ايوه في كتير، وبرضه يعني ممكن في اي وقت المدرسه تقع علينا.
يعني شكرا جزيلا استاذ محمد حافظ. بالطبع مصدقانات العياط هي مشكله كبيره، كارثه ضخمه في العياط. كلمنا عن هذه المشكله بما انك تعاصرها بشكل يومي. والله احنا نتكلم عن مصدقانات العياط، ولكن والله احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى تكون في عون جميع سكان مركز العياط، ان مركز العياط مركز معدوم، ليس عايش مع الوجه القبلي ولا عايش مع الوجه البحري. يعني قبلينا احسن منا وبحرينا احسن منا، والتأثير الموجود مش مسألة النواب. النواب النايب بيجي ينتخب ويطلع على الفيلا او الشقة بتاعته في المكان المعين مع الناس اللي من حقه يعيش فيها وبيعيش، لم يعرف عنا حاجة. ولكن السكة الحديد كله يعلم ان البياعين موجودين ومش اطفال، ده ناس كبيرة السن. القطر وكلها قبل الطفل بتاع المدرسة، الحادث بيحصل بسيارة معدية 7 أفراد 8 أفراد، ويفكر يقدم كبش الفدا موظف سكة حديد. موظف سكة حديد عنده إمكانيات؟ ده موظف سكة حديد شغال طول النهار في الغيط، وبيجي يتكلمه بيقول لك أنا بقبض 450 جنيه أو 500 جنيه، بيتلف وينام. دورت عليه بعد المغرب ما بتلاقوهوش فين حتة، فبيخلوه كبش الفدا. والحادثة بتحصل بيقول لك السيارة موجودة عليها أحطال قطر 200,000 جنيه. ليس عناية بالنسبة لمركز العياط، ده دور السكة الحديد ودور المستشفى الصحية. احنا عمالين نتكلم على عدد السكان، هم ليه سحبوا الأزعاج من السكة من المستشفى العياط طلعوها بره؟ يا باشا احنا نحمل طريق زراعي بالعياط وطريق صحراوي، الطريقين بيحصل عليهم حوادث من الشبورة في الشتاء قد عدد السكان، الناس بتموت ما بنلقاش حد يزعفها. فالازعاف واخدينها مودينا عند بام، هتيجي ترمي في المستشفى، ده بترمي في المستشفى في العلاج، وفين الازعاف اللي تنتقل من المستشفى؟ يعني شكرا جزيلا. احنا بنقول السادة الاعضاء مجلس الشعب ينظروا ان احنا وقفنا وقلنا الدوره دي انتخابات نزيهة ولا ننكر، فصوت الناس بتاع كرة مركز العياط امانه في رقبتهم. ان شاء الله المشكله تنتهي وتنتقل لشخص اخر. استاذ محمد شحاته، هل تمثل مشكلة القمامة في العياط كارثة أم أن الأداء يسير بشكل جيد في جمع القمامة؟ بداية بنرحب بيكم في مدينة العياط. هي طبعا مدينة بيعرفها على مستوى جمهورية مصر العربية كلها أنها مدينة الكوارث، فإحنا بنرحب بيكم في مدينة العياط، وبمسي على الأستاذ كمال وسيادة النائب محمود، بقول له الحمد لله على السلامة. ونرجع للقمامة. القمامة عندنا زيها زي، بص إحنا بلد تسمع عن بلد بتغرق في شبر مية، بلدنا بتغرق لو نزلت المطر عندنا 5 دقايق مطر، بنقعد احنا فيها حوالي شهر نعاني من المطرة ونزول المطر عندنا. القمامة في كل مكان في الشارع، في كل مكان تمشي في الشارع. يعني لو الكاميرا بتاعتكم مشيت ولفت شوارع العياط هتلاقي قمامة في العياط. فاحنا بنطالب، يعني بنقول للنواب يا جماعة ارحموا الناس اللي انتخبوه، ارحموهم شوية ورعونا شوية. ومش معنى ان النائب خلاص بقى نائب في مجلس النواب يسيب مشاكل البلد ويطلع على مصر ويبقى قاعد هناك وخلاص. خلاص القصة مش كده. وبعدين موضوع النواب، احنا خلاص احنا بتقولوا في ثورتين والكلام ده كله ماشي، النهاردة احنا فين؟ احنا فين الاهالي وفين الناس من اللي بيحصل في مدينة العياط ومركز العياط؟ النهاردة احنا اكبر دايرة، يعني على مستوى الجيزة احنا بنعتبر اكبر دايرة على مستوى الجيزة من حيث السكان ومن حيث عدد البلاد ومن حيث كل حاجة. لكن احنا عندنا الخدمات، ما فيش خدمات في اي حاجه تخطر على بالك. شكرا يعني جزيلا. بالنسبه للقمامه، بالنسبه لاي حاجه احنا ما فيش خدمات. استاذ اسامه علي، الطرق تقاس بها تحضر وتخلف المدن، يعني شايف طرق العياط عامله ازاي؟ احنا ما عندناش طرق من الاساس، يعني اما هو مدخل العياط كله مش مرصوف. احنا هنبص ليه تاني، اما المدخل اللي بتخش المدينه جوه مش مرصوف، وبتيجي تخش على المستشفى العياط مش مرصوف. انت هتتكلم بايه؟ هتتكلم في كرة؟ اما المدينه نفسها ما فيهاش طرق مرصوف. ما نعرفش احنا نتكلم في كرة ولا نقدر نتكلم في كرة. واحنا بنناشد الاستاذ محمود عبد المعز ان احنا اول مره عضو مجلس الشعب بنلاقيه كده بالاسلوب ده. فاحنا بنناشد، هو كان موجود معايا في المستشفى ساعه الحادثه بتاعه القطر، وهو بنفسه كان بيشيل ميه عشان يغسل الجماعه الميتين. في مشرحه ما فيهاش ميه؟ في طريق مش مرصوف؟ هو بنفسه شاف الموضوع ده وكان بيشيل بنفسه، هل هو يرضيه؟
لو الكلام ده يرضي ماشي. يعني هل تؤثر الطرق على وصول سيارات الاسعاف؟ طبعا طبعا سيارات الاسعاف على بال ما توصل المستشفى عايزالها نص ساعه ولا عايزالها ساعه، هتوصل ازاي والطريق مش مرسوم والطريق ما نزل؟ لو عايز الاسعاف مش هتلاقي، المطافي مش هتلاقي، على بال ما يوصل للحدث نفسه بتكون الدنيا خربت. واحنا لاول مره اول مره نلاقي نائب زي الحاج محمود عبد المعيز، يا ريت بقى يسمع اصواتنا وما يبقاش كلام. يعني احنا ما نقولش الكلام ده كده ونروح ننام، نقول ونعمله. لان انا قبل كده برضه قلت له الوحدات الصحيه في العطف وفي برنامج كله ما فيهوش دكاتره. يعني شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. نتابع سويا نبض النائب استاذ محمود عبد المعز الحفني الذي هو في ضيافه زميلي كمال ماضي، وسيرد على مطالب اهل دائرته. اليك زميلي كمال ماضي مره اخرى في الاستوديو. اشكرك شكرا جزيلا زميلي محمد مجدي، كنت معانا من العياط. بالتاكيد يعني مطالب مشروع لاهالي العياط، عندهم مشاكل كتير ووضحوها سواء في المستشفى اللي اتكلم عليها سياده النائب، او الصرف الصحي اللي موجوده برضو في البدروم المستشفى. يعني اول مره نشوف مستشفى موجود صرف صحي في البدروم بتاعها، بدل ما تكون نقيه بيئه صالحه للمرضى للعلاج، في صرف صحي موجود في المستشفى. مش بنتكلم على القرى البعيده ولا بنتكلم على مدخل العياط اللي مش مرصوف، بنتكلم على المدارس المزلقان اللي موجود عليه حوادث واللي بنسمع عنها كل فين وفين. يعني على طول بنسمع عن العياط ان هي حوادث القطارات. يعني سياده النائب شفت ازاي كلام هو بدايه السابق. طبعا لهم كل الحق فيما يقولون، لانه بيعانوا كتير جدا زي ما قلت لحضرتك، وانا بعذبهم على اللي هم فيه، ولكن انا بس بحب اطمنهم. النظره كانت سوداويه شويه اكيد، يعني يمكن من اللي شايفينه يعني الواحد برضو يلتمس لهم العذر. طبعا طبعا، وانا بطمنهم وبقول لهم ان احنا مش بعاد ابدا عنكم ولا عن مشاكلكم، لا انا ولا زميل النائب محمد صلاح. كانوا عايزين يركزوا على الجزئيه دي، ان النائب مش بعد ما بقى نائب يروح للقاهره، لا عايزينه دايما متابع مشاكلهم. انا باكد لهم ان احنا متابعين المشاكل دي وان احنا بنسعى جاهدين لحلها، والدليل على كده ان احنا اول اجتماع لينا مع المحافظ يوم 4/1 اتكلمنا في كل مشاكل العياط، وتقدمنا وتقدمت بثلاث طلبات للسيد محافظ الجيزه تشمل الاتي: مستشفى العياط ومشاكلها، مشكلة مدينة العياط ومزلقان مدينة العياط، والباعة الجائلين لتوفير أماكن لهم حتى نستطيع أن احنا نسيب في شوارع العياط. فعلا الناس بتعاني مش عارفة تمشي على مدينة العياط. بيقول لك لما الدنيا بتمطر خلاص الدنيا بتقف عندهم. مش صرف صحي بقالهم 13 سنة بيعملوا الصرف الصحي في العياط في مدينة العياط. 13 سنة احنا عملنا ارتفاع قناة السويس في سنة، 13 سنة في مدينة بتعمل صرف صحي ليه؟ والميزانية موجودة وكل شيء موجود؟ ليه؟ ولا يعني ايه اللي معطل؟ إهمال. لا ما هو يعني 13 سنة احنا بنتكلم على ميزانية موجودة يا فندم مش بيتنفذ ولا ايه؟ انت مش هتفتح شغل في مدينة وتعمل فيها صرف صحي ومفيش ميزانية. ما هو أكيد لازم في ميزانية. لازم في ميزانية متوفرة وإلا ما كنتش بدأت. إيه اللي عطلها 13 سنة؟ مشاكل كتيرة واجهتهم. قالوا مرة كان في مسجد أو مصلية في طريق الصرف ومعرفش خد وقت في حله، كلها مبررات يعني غير مقنعة بالمرة. وأنا بأكد لأهلنا في دائرة العياط إن احنا هذه المشاكل هتكون ليها حل وهنسعى جاهدين لحلها إن شاء الله. وزي ما قلت وبكرر تاني، أنا من يوم 4/1 وده قبل حلف اليمين اللي هو كان يوم 10/1، وانا تقدمت للسيد المحافظ بثلاث طلبات فيها. انت توجهت للمحافظ يوم 4 قبل حلف اليمين بست ايام. قبل حلف اليمين تشمل مشكله مستشفى العياط، مدينه العياط ومشاكلها اللي هي منطقه المزلقان وتطويب المزلقان والباعه الجائلين المنتشرين في الشوارع اللي انت عارف حضرتك انه مدينه العياط بيتوافد عليها يوميا اهالي 39 قريه اللي في الجوار اللي حواليها. وجود المصالح الحكوميه، وجود العيادات الاطباء، كل الناس لا غنى ابدا عن الذهاب الى مدينه العياط. كل ده يمشي ازاي؟ الناس ما بتعرفش، مش بالعربيات، ما بتعرفش تمشي على رجليها في مدينه العياط. انا دخلت الشوارع وحضرتك شفت. ويمكن التقرير بتاع حضرتك يوضح الكلام ده، كان واضح جدا يعني. اتكلمت وكان في طلب تاني برضو في الاخ اسامه اتكلم عن عدم وجود دكاتره في الوحدات الصحيه، ده كان من ضمن الطلبات اللي انا قدمتها للسيد المحافظ. بالفعل في عدد مش قليل من الوحدات الصحيه، اكثر من 10 وحدات بدون طبيب.
واغلب الوحدات الصحيه فيها اطباء اسنان، وده اللي عدد المتوفي فيها. يعني الوحده الصحيه فيها ايه؟ مفيش طبيب في الوحده، يعني في اكتر من واحد، ما فيهاش طبيب. زي اسمها وحده صحيه، ما فيهاش بالتمرج بتاع زمان، ما فيهاش طبيب. انا ما عنديش يا فندم في مركز العياط مفتش صحه. الراجل طلع المفتش اللي كان موجود، مفتش الصحه اللي هو المفروض يعاين الحوادث وبيدي تصاريح الدفن والكلام ده كله، مش موجود. بيقوم بدوره السيد مدير الاداره الصحيه، وكتبت الكلام ده في طلب للسيد المحافظ. طيب. وكتبت له طلب بتوفير سياره لوحده مكافحه العدوى اللي هي تنزل في تتجول القرى الموجود لمكافحه العدوى ورش الافات. كل ده انا اتكلمنا فيه وكتبت الطلبات بتاعته. احنا مش ببعاد ابدا عن مشاكل العياط، بالعكس انا بقول لحضرتك من قبل ان نؤدي اليمين وانا بقى مرتبطه ببعضها. يعني لو جيت تبص للمستشفى هي ضروريه ليه؟ لان في صرف صحي، مفيش صرف صحي اصلا. نعم. فبالتالي ممكن يخش على المايه الجوفيه، فبالتالي يشربها المواطنين فتعمل لهم امراض، فيروحوا للمستشفى اللي هي مش موجوده اصلا واللي جواها كمان صرف صحي. الحوادث بتاعه القطارات والمزلقان اللي كانوا بيشتكوا منه سواء جرزه بقى او في اي مكان تاني او اي قريه تانية، حتى في العياط نفسها لو حصل لا قدر الله اي حادثه بيروح المستشفى اللي هي برضو حالها لا يسر ولا يعني. بالنسبه لموضوع المياه برضو، لقضيه مياه الشرب دي، بالفعل انا عندي قرى في مركز العياط ما فيهاش ميه، ما فيش ميه واصلها. قريه الرئه على سبيل المثال دي على الصحراوي ولا قريبه هنا في على الزراعي؟ قرية الرئة دي اخر قرية على حدود الوسطى بالنسبة للعياط. قريبة من بني سويف، الوسطى في بني سويف. تمام. قريبة من بني سويف. قرية ميت القائد برضه ما فيهاش مية. ولكن يعني ايه ما فيهاش مية؟ يعني ايه؟ مفيش مية يعني؟ مفيش مية أصلاً. ترمبات؟ شغالين بقى بالترمبات اللي هي طبعاً الترمبات الحبشية اللي كانت بتجيب تايفويد. بتجيب كوارث. يا الله. اللي بتجيب كوارث. ولكن لما اتكلمنا مع المسؤولين في هذا الأمر، في المرحلة الثانية من محطة مياه العياط جاري إنشاءها، وعلى وعد لعلهم يصدقون فيما يقولون هتوصل للقرى إن هي يوم 30/6 هيتم افتتاحها. لو صدق هذا الكلام هتوصل المياه للقرى المحرومة من المياه. حلو، حضرتك تتابع معهم بالظبط يعني. أو يعني ما أنا سهل قوي إن أنا يعني أدي تصريحات رنانة تفاؤلية. نعم. بس الكلام معلوش ضرائب، ولكن أنا ممكن كنائب عن الأمة عن الناس دول. نعم. أنا اللي أتابع ان شاء الله، بنتابع معهم ان شاء الله. تمام. في قصه المياه، قصه الصرف الصحي برضه نرجع نتكلم فيها. زي ما قلت لحضرتك مدينه العياط الى الان لم تكتمل. قرى مركز العياط محفومه تماما، عائمه على مياه الصرف. بيعملوا ايه اللي هو نظام الترنشات بتاع زمان؟ الترنشات، ودي كارثه كبيره جدا بقى. طبعا حضرتك النهارده بيعملوا الترنشات، بتيجي طبعا الترنشات ديت لا تكتمل ابدا من اسبوع لاسبوعين، ويتم عمليه الكسح او الشفط، تيجي عربيات شفط. بتاخد الصرف ده من الطرنشات توديه فين بقى حضرتك؟ في الترع ومصارف. في الترع ومصارف اللي احنا بنقوم بري الزرع، بنزرع منها مزروعاتنا. يعني عارف اللي هو الدايره برده مش بعيده. ما كده عشان كده حضرتك تلاحظ تلاقي المزروعات والخضروات كلها ما شاء الله يعني متكلفه، ما هي من سمات طبيعي من الكوارث اللي احنا فيها دي. فهي منظومه. طب الرقيب على ده ايه؟ يعني الدنيا كده صعبه قوي، الرقيب على ده ايه حضرتك شايفه في المكان ده رئيس مجلس مدينه العياط؟ هي كلها مشاكل فوق امكانيات رئيس مجلس مدينه العياط. عشان اكون صراحة، انا محافظ الجيزه، محافظ الجيزه، وزير الاسكان، لابد ان يكون في تنسيق ما بين المحافظ ووزير الاسكان. لازم يبقى فيها يا استاذ كمال رؤيه واضحه، في اهداف انا بحققها. انا النهارده قالوا ان هم اختاروا 7 قرى من قرى مركز العياط لمرحله في تنفيذ الصرف الصحي. طيب عظيم جدا. المفروض المرحله دي تقول لي هتبدا امتى وابدا الشغل فيها وهتنتهي ايه منها امتى، واحدد موعد الانتهاء من هذه المرحله. والمرحله الثانيه اللي هتضم 7 قرى اخرين هتبدا يوم كذا السنه كذا وهنتهي منها يوم كذا. ده اللي بينقصنا. مفيش هذا كله كلام. هناخد القرى دي مرحله لتنفيذ الصرف الصحي ده. طيب هنبدا امتى؟ لسه ما بدأناش. هننتهي منها امتى؟ احنا لسه بدأنا عشان ننتهي. مفيش وعود، مفيش رؤيه واضحه لتحقيق الاهداف نقدر ان احنا نحط ايدينا عليها ونطالب عليها. لكن
طبعا كما تعلم سيادتك انه في بيان الحكومه اللي هيقال هتعرضه الحكومه امام المجلس. يعني الحكومه خلاص جاهزه؟ ننتظر واكيد مش معقول ابدا يعني بعد صوتين وهنشوف بقى بيان يبقى مهلل. لا اكيد هيبقى بيان له رؤيه واضحه، هناك اهداف واضحه لتحديدها بجدول زمني واضح، وده اللي هنشوفه في الفتره الجايه وهنتكلم فيه في ان شاء الله. استراتيجيه الحكومه هتعمل ايه في المرحله الجايه؟ طبعا منتظرين، لان منتظرين ايضا ان السيد رئيس مجلس الوزراء قام بعدد من الاجتماعات مع السادة النواب لبعض المحافظات، منتظرين دورنا ان شاء الله محافظة الجيزة، وهنقعد معاه وهنطرح عليه كل هذه المشاكل انا وزميلي النائب محمد صلاح ابو هميلة، وهنشوف رده عليها ايه، وان شاء الله كلنا امل انه المسؤولين هينظروا نظرة للعياط، هينظروا نظرة الى هذه الدائرة التي اهملت لسنوات طويلة، هينظروا الى هؤلاء الاهالي في محافظة الجيزة. يعني محافظة الجيزة يعني مع الأسف بس شتان الفرق ما بين مدينة الخدمات وما بين العياط، هي ليست أخيرها من محافظة الجيزة على الإطلاق. أفقر مراكز المحافظة هي مركز العياط، وشوارعها مش مسافلتها. بقول لحضرتك تعاني إهمال شديد في جميع المجالات، لم ينظر إليها منذ فترات طويلة، وهي مركز العياط هو أقدم مراكز المحافظة على فكرة. أقدم مركز في المحافظة هو مركز العياط، ومع هذا أكثر مركز. حل مشكلة المستشفى هيكون في إيد مين؟ يعني وزارة الصحة ولا تكون وزارة السكن؟ أعتقد وزارة الصحة. وزارة الصحة طبعا. وزارة الصحة. وزارة الصحة. أنا أتمنى من زملائي في الإعداد إن هم يتواصلوا مع السيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، وإن كان دخول يعني إن كان دخوله يعني هم بيحاولوا معاه كتير قوي، بس يعني بيكون صعب إن هو يدخل معانا، مش عارف ليه يعني. يعني مع كامل احترامي بس المتحدث اللي قبله كان دائم التواصل مع وسائل الإعلام لحل مشاكل المواطنين، يعني جينا نتصل بيه في الحلقة اللي فاتت على شيء هام جدا، وهو الإشاعات اللي كانت ظهرت على إنفلونزا الخنازير في أسيوط، مفيش أي استجابة. أتمنى أن المتحدث باسم وزارة الصحة يتواصل معنا دلوقتي علشان يرد على اللي بيقوله سيادة النائب السيد الأستاذ محمود الحفني. طيب الأستاذ محمد سعد بينضم لي من العياط، من أهل العياط، أهلا بك يا أستاذ محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. انا كنت عايز اتكلم في حاجه مع سياده النائب بخصوص مشاكل العياط اللي احنا بنعاني منها فعلا كل يوم. اتفضل. يعني استاذ محمود ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا استاذ محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. هو حضرتك وانا يعني معلش انا كنت من ضمن الناس اللي هي فعلا ما قدرتش انها تنزل تدي صوتها في الانتخابات ده، عشان خاطر فعلا ان انا كنت بشوفه الفتره اللي فاتت دي كلها كان مجرد ما هي الا كلام بس، حصر مشاكل ومفيش حاجه بتشتغل عليها، مفيش اي حاجه ايجابيه. يعني بنبتدي نعمل حصر المشاكل كلها ومنتجهش لمشكله معينه ونعالجها، لا بل بالعكس كلنا يجيبي يجمع مشاكله، ان عندي صرف عندي مش عارف ايه طرق الكلام ده كله، وبالتالي مفيش اي حاجه بتتحل. فحضرتك الجديد دلوقتي ان انت بتتكلم في حته ان انت حضرتك هتبتدي تشتغل او حضرتك وصلت المشاكل كلها للمسؤولين، فهل هيبتدي فعلا الموضوع ده يشتغل عليه الناس دي ولا هي مجرد كلام زي اللي فات برضه؟ طيب بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محمد. طيب بينضم لي برضه الاستاذ صلاح من العياط، اهلا بك يا استاذ صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا استاذ صلاح من قريه الجيزه طبعا مركز العياط. اهلا بك يا استاذ صلاح. ازي حضرتك يا استاذ كامل؟ ازي ضيفك سياده النائب محمود بيه؟ يا اهلا وسهلا سياده النائب مع حضرتك. ازي حضرتك؟ عامل ايه يا استاذ محمود؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله استاذ صلاح الله يخليك. سعادتك يعني نامل ان انت تكون سياده النائب وانت وزميلك عن دائره العياط محمد بيه صلاح ابو هميله الذي هو لي اكثر من 30 يوم وسياده النائب لا حد شافه ولا بتواصل ولا عامل مكتب في مركز العياط لحل مشاكل المواطنين. طيب استاذ محمود موجود اهو. نيجي للنزله بتاع العياط بتاع قريه جرزه الصحراوي اللي عند العماير، كان حق يبقى فيه طالعه نزله وطالعه يعني طالعه نزله وطالعه على القاهره على اسيوط الصحراوي، ما فيش وبيحصل حوادث. نيجي مركز العياط ومستشفى العياط المعدومه والصرف الصحي الذي تبرع به من قريه جرزه الحاج عبد الحميد ابو جمال
اتبرع بقطعه ارض للوحده المحليه والاطوري يتعمل عليها الصرف الصحي. ونرجو من محافظ الجيزه المس الجديد محمد بيه كمال الدالي يهتم بمركز العياط وبقريه جيزه اللي اتبرع بقطعه الارض يتعمل عليها الصرف الصحي وما اتعملش حاجه. نرجو من محافظ الجيزه اللي بيقول لك انا عندي مصنعين كمامه، مصنع في طهمه ومصنع في جيزه وتدوير كمامه، ما فيش مصانع تدوير كمامه. يعني نرجو محافظ الجيزه ينزل على ارض الواقع ويحل مشاكل المواطنين. طيب. مركز العياط ده معدوم فيه خدمات. وصلت وجهه نظرك وكلامك يا استاذ صلاح، بشكرك شكرا جزيلا. ايضا الاستاذ حمدي، اهلا بيك يا استاذ حمدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا فندم ازي سياده النائب محمود زي عبد المعز. يا اهلا وسهلا استاذ حمدي، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم، اهلا بيك. طبعا حضرتك انت عارف مشاكل العياط بالنسبه للمزلقان، لازم الشرطه تتعاون مع صعب قوي ده، بيبقى عنده يعني كلام كتير عايز يقوله بقى. طيب استاذ علاء من العياط برضو، اهلا بيك يا استاذ علاء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بتكلم مع محمود بيه بعد اذن حضرتك. انا علاء عبد الاو من قريه المتنيه. اهلا وسهلا استاذ علاء. بس انا عايز اوصل لحل مع محمود بيه في حاجات كتيره بالنسبه مركز العياط. اولا في حلول كتيره ممكن احنا نعملها بالاهالي، مش لازم المحافظ ولا الدوله تقف وتقول ميزانيه. ازاي يا استاذ علاء؟ المفروض ان الاهالي تقف. نعم يا فندم. ازاي مثلا مستشفى زمان كان مستشفى المتنيه. زمان المستشفى دي كان بتقابل مرضى، كان شغال 24 ساعة. المتانية الوقت بقت أصبحت عبارة عن المستشفى اللي في المتانية الوقت عبارة عن مستشفى إداري، واحد يخش ويطلع عشان ياخد إزبرينة ويطلع. كانت من مثلا من 20 سنة ومن 15 سنة المستشفى دي بتستقبل حوادث. الوحدة الصحية يا أستاذ علاء حضرتك تقصد، وكان كل ده موجود بالفعل في المستشفى المتانية. وفي مداخل المتانية ومداخل البلد كلها وكل جميع قرى مركز العياض، المداخل كلها مش عايز اطلق عليها انها مداخل سيئه، مش ممهده، مش متسفلته. الاهالي. نعم يا فندم. مش ممهده، مش متسفلته. ولو الاهالي بس اتحدوا مع المجالس المحليه بقياده محمود دياب الحفني وقعدوا مع بعض، حاجات بسيطه جدا هتخلي كره البلد كلها ممهده لانها تكون. مين اللي هيدفع في الاخر يا استاذ علاء؟ مين اللي هيدفع؟ مين اللي هيدفع في الاخر يعني؟ الرصف ده مين اللي هيدفع يا باشا؟ مفيش دفع يعني. انت ما في ميزانيه في الوحده المحليه مبلغ وقدر، بس يبقى المسؤولين برضو. يبقى نفس الكلام، المسؤولين مدخل كل بلد بيحتاج حاجه بسيطه. مش لازم ميزانيه الدوله كل شويه نقول ميزانيه الدوله وميزانيه الدوله. لا، احنا نقعد مع مجالس محليه، نقعد مع رئيس مجلس مدينه، عندك ايه ده الزباله؟ عربيات الزباله اللي موجوده الوحدات المحليه دي ميزانيه الدوله، ما هو دي مقتطع من ميزانيه الدوله. عربيات الزباله اللي موجوده في مجلس المدينه ما بتتحركش. المفروض ان يبقى في صناديق على الاقل للبلاد للزباله، بدل البلاد ما ترمي في الشوارع. والله احنا يعني بيني وبينك يا استاذ علاء، احنا عايزين مشروع قومي للنظافه يعني. مش عندكم بس مشكله مصر حاجة. بس هي مشكله مصر. عايز اوصل لحضرتك حاجه. اتفضل. احنا بايدينا حضرتك. انا عايز اقول لك في مجموعه شباب متميزين، اللي كليه هندسه واللي كليه طب واللي كليه علوم، عملوا راحوا رئيس مجلس مدينه بدون عضو مجلس شعب، قعدوا معاه وقالوا له احنا عايزين نعمل مشروع زباله. تخيل البلد بقت عباره عن ايه. كانت الزباله دي جنب مثلا اكشاك الكهرباء عباره ان كانت دمار شامل، اصبحت الوقت جنبها شجره. ليه؟ شويه شباب وامكانيات بسيطه جدا. احنا مش عايزين نوصل ان الحكومه ان كل حاجه عبء حكومه وعبء ميزانيه. لا. طيب. احنا نقعد مع البلد. طيب. نقعد مع المسؤولين في البلد. بشكرك شكرا جزيلا استاذ علاء. ايضا استاذ محمود، اهلا بيك يا استاذ محمود. استاذ محمود من العياط، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل يا فندم. فندم كنت عايز يا فندم بس اقدم اقتراح او اتكلم اتناقش في موضوع مشاكل العياط. اتفضل. من قرون القرون وعمرها ما تتحل ولا بصينا البطيخ. خليك متفائل يا استاذ محمود، ان شاء الله تتحل باذن الله. باذن الله يا رب. انا يا فندم شايف ان مشكلتنا بتكمن في حاجه، ان احنا للاسف تبع محافظه الجيزه. ميزانيه المحافظه متحدده من الدوله. تمام. خلي حضرتك مكان المحافظ. تفتكر لو ميزانيتك دي وفي قدامك مشروع تطوير او لخدمات لمنطقه من المناطق، تصرف بقى على المهندسين والبيئه ولا تصرف بقى على العياط؟ حضرتك احنا من بعد عبد الرحيم شحاته مفيش محافظ جه العياط مفاجاه ولا في اي حاجه ولا حد بيعبرنا. عبد الرحيم شحاته مش كان القاهره؟ لا، كان محافظ الجيزه الله يرحمه الدكتور عبد الرحيم شحاته. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود. من المحافظين المخلصين جدا في عملهم حقيقي. طيب استاذه راويه، اهلا بيك. ايوه يا فندم. اهلا بيك يا استاذه راويه، اتفضلي. الله يخليك. دلوقتي حضرتك انا متصله بس مشتغل في الاداره الزراعيه
اللي موجوده في العياط، وانا قسم التشجير. وفي استاذه راويه راحت استاذه راويه. طيب برضو الهاشتاجات اللي بتجيلنا على هاشتاج اللي احنا حاطينه على البرنامج دائرة العياط، في بعض الشكاوى واغلبها بيتمحور عن ان حضرتك مطالب بتقديم استجواب في البرلمان لوزير النقل بخصوص الحوادث اللي موجودة على مزلان العياط. ان شاء الله احنا في انتظار لجنة التحقيق اللي عملها رئيس الوزراء، وبناء على هذا التحقيق هنشوف طبعا موضوع تقديم الاستجواب. طيب انا بس ناخد كده كنت عايز ارد، كان في الاستاذ صلاح وذكر زميلي طلعت النائب الصحراوي، لا وذكر زميلي النائب محمد صلاح ابو هميله. انا بس عايز اقول له دي شهاده حق، الراجل عنده ظروف خاصه صعبه جدا، ويمكن هو زوجته مريضه ربنا يشفيها ان شاء الله، وده سبب ان هو مش متواجد في الفتره الاخيره دي، للامانه لابد ان انا اذكر هذا الشيء، اتمنى ليها الشفاء ان شاء الله. هو ذكر كمان طريق جبزه، هو بالفعل في طريق جبزه اللي هو من الصحراوي من جبزه بيوصل على طريق مصر اسيوط الصحراوي، هو في حاجه الى ازدواج هذا الطريق، وده ان شاء الله باذن الله بوعد ان احنا هنتكلم في هذا الطريق. اتكلم على طلعات الصحراوي من قريه جبزه من على الصحراوي بيوصل لطريق مصر اسيوط، في هناك مدينه سكنيه جديده وفي عدد من المصانع، والمفروض ان في منطقه صناعيه هتقام في هذه المنطقه. مدينه صناعيه في المنطقه دي؟ برضه كلام ما هو بقى نتطرق بقى هنا لقصه، ما دي هتوفر فرص عمل وهتوفر انا بقى ما هو في حاجه تانية عايز اقولها لحضرتك. اتفضل. احنا من سنه تقريبا حاجه و90 خصصت منطقة صناعية في منطقة طهمة بالعياط، وخصصت الأرض بتاعتها وإلى الآن لم تنفذ، وده من ضمن المطالب بتاعتنا اللي هنطالب بها رئيس الوزراء. منطقة صناعية خصصت الأرض بتاعتها من أكثر من 25 سنة وإلى الآن لم ينفذ فيها شيء ولم تصل إليها أي مرافق. أصلا لو حصلت هتزود موارد المركز أو المدينة مدينة العياط، وبالتالي وتخفف من أعباء والناس اللي مش لاقية شغل، زائد إن هو موقع مميز جدا يعني لأي مستثمر. هذا الموقع موقع مميز جدا لأنه قريب جدا من الطريق الإقليمي، قريب جدا من طريق مصر أسيوط الغربي، على بعد أقل من ساعة من 6 أكتوبر، فهو موقع مميز هيتهافت عليه أنا واثق من ذلك المستثمرين إن شاء الله. طيب أستاذ علاء، من قرية المتنية حضرتك سمعته طبعا، وعلى الوحدة الصحية اللي موجودة في المتنية، هو أنا ما أنا بقول لحضرتك دي من ضمن مشاكل، لو في تعاون ما بين كذا وكذا ما بين النائب وما بين هو بيتكلم عن معاونة الأهالي للجهاز التنفيذي أو الوحدات، مش كل حاجة المحافظة، مش كل حاجة طبعا، دي دعوة جميلة منه، يا ريت الشباب يتبناها من خلال عمل جمعيات للم القمامة، وديت مقترح جميل جدا، أتمنى أنه يفعل من الشباب ويبقى ليهم دور في هذا الأمر إن شاء الله في الفترة الجاية. طيب عودة مرة تانية لأهالينا اللي موجودين في العياط، وزميلي محمد مجدي اللي متواجد مع أهالينا هناك. محمد برحب بيك مرة تانية، و لنا وجهة نظر أهالينا اللي موجودين في العياط لنائبهم الأستاذ محمود الحفظ. تفضل. عودة مرة أخرى زميلي كمال، تابعنا سويا النائب محمود الحفني، سنطرح سؤال على أهالي العياط من وجهة نظركم، مدى الإمكانية الحقيقية للنائب محمود الحفني في حل مشاكل العياط؟ بالنسبة لمشاكل العياط، هو الأستاذ محمود الحفني عارف كويس قوي إحنا عملنا إيه مع رئيس المدينة، وعرضنا عليه حلول إيه، وقدمنا له عروض كثيرة جدا، لكن ما فيش تنفيذ، وكلمناه بدل المرة 2 و3 بالضغط على رئيس المدينة أو على المحافظ أولا، بالضغط على رئيس المدينة والجهاز التنفيذي في مركز ومدينة العياط بأن هم يقوموا بحلول المشاكل دي من مزلقان. المزلقان ده بنسميه مزلقان الموت، ده كل فترة تحصل عليه حوادث كثيرة جدا. أقرب حادثة البليدة اللي مات فيها 7 أفراد، الجثث بتاعتهم كانت مرمية على مدخل التلاجة في الأرض. طب ننتقل لأستاذ أحمد أبو الريش سريعا، يعني من وجهة نظرك ما هي الإمكانية الحقيقية من أجل حل مشاكل العياط من قبل النائب محمود الحفني؟ نقل السوق
نقل السوق، نقل الباعة الجائلين. هل تجد ان امام النائب محمود الحفني معوقات؟ لا باذن الله هو ماشي فيها، واحنا نقل السوق وشرطه مرافق في المزلقان انتهى الامر. ما يعني احنا مشكلتنا المزلقان، حل المزلقان في نقل في السوق الحضاري وشرطه مرافق. يعني استاذ محمد حافظ، هل توجد معوقات امام النائب محمود الحفني من اجل حل مشاكل العياط؟ والله الانتخابات احنا كلنا السنه بنتكلم عنها ان انتخابات نزيهه، وكل واحد قضى صوته، ونعلم هنا في الريف مبادئ بعض قبل ما ندي الاصوات او نطلع نأيد بعضينا. الاستاذ محمود الحفني والسيد اللواء محمد صلاح ابو هميله ناس لا غبار عليهم، ولكن احنا بنقول الاهتمام بمطالبه المواطنين، ان عدم الاهتمام بيخلي المسؤولين اللي قاعدين فوق ما يوصلهمش صوتنا، فهم لا غبار عليهم ولا نقدر نقول تاثيرهم، بس بنقول اهتمامهم ونزلهم وسمعان الناس، وكل مكان احنا بنتكلم عنه هم عارفينه. والمحافظ كان راجل ماسك ابن الجيزة، المحافظ ابن الجيزة اللواء محمد كمال الدالي كان مدير مباحث ومدير امن، وعارف كل اللي احنا بنتكلم عنه ده، وعارف الجيزة بشوارعها وكرة العياط بالكامل، وعارف التأثير اللي فيها. شكرا استاذ. فيوصلوا صوت الناس اللي انتخبتهم وبالاهتمام للمسؤولين. شكرا استاذ محمد. ننتقل الى استاذ جمعه ابو حلف، من وجهه نظرك هل توجد معوقات امام النائب محمود الحفني من اجل حل مشاكل العياط، وهل هو ينزل بالشارع بنفسه ليتفاعل مع هذه المشاكل، ام انه يكتفي بالمكتب فقط؟ اولا المعوقات قدام سياده النائب كثيره جدا، سواء سياده النائب محمود عبد المعز او سياده النائب محمد صلاح. احنا عايزين الساده النواب يثبتوا لنا ان احنا كان اختيارنا صح بالنسبه للساده النواب دول، لان الساده النواب دول احنا ما لناش افضل من كده عشان ننتخب. فيا ريت يثبتوا لنا عكس ما يقال، ويثبتوا لنا ان هم فعلا كانوا عند حسن الاختيار. يعني هل برنامج الاستاذ محمود الحفني شجعك على اختياره في الانتخابات، ام انك لم تجد غيره هو والمرشح الاخر؟ لا طبعا، هو البرنامج بتاع الاستاذ محمود كان من افضل البرامج، هو وسياده النائب محمد صلاح ابو هميل، ولذلك احنا اخترناه. فاحنا بنطالبهم ان هم يشتغلوا معانا شويه وينزلوا ارض الواقع شويه. طيب استاذ اسامه علي، من وجهه نظرك المشاكل التي تتواجد ب العياط، المده التي تحتاجها لكي تحل؟ هي مدتها اكيد هتبقى طويله، بس احنا بنطالب المسؤولين بقى، مش بنطالب محمود بقى عبد المعز، بنطالب المسؤولين بانهم يسمعوا صوت محمود بيه. يعني احنا بنطالب المسؤولين اذا كان بقى في الصحه او في الترى او في اي حاجه، يسمعوا صوت محمود بيه ويعملوا بيه، لانه الراجل احنا اول مره بقول لك نائب عضو مجلس الشعب يتعامل معانا كده، بقى لنا 25 سنه ما فيش عضو مجلس. محمود عبد المعز بينزل في الشارع وبيروح لاي حد، بس احنا بنطالب المسؤولين يسمعوا صوته وينفذوه. هو الراجل كل يوم معانا بيصلي الجمعه هنا في بلد وهنا في بلد وهنا في بلد وهنا في بلد، ومتواجد معانا، واي حد يقول لك مش متواجد يبقى مش مظبوط. بس احنا عايزين مسؤولين يسمعوا صوته. يعني هناك اتصالات مع زميلي كمان ماضي في الاستوديو، قالت انهم لم يروا الاستاذ محمود حفني. لا 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 لا، يقول لك كده راجل غلطان. محمود عبد المجيد ينزل كل بلد، واي حد بيتصل بيه على مشكله ما بيقولوش تعالى لي، هو بيروح له. يعني رايك الشخصي، ننتقل الى استاذ محمد شحاته، في وجهه نظرك، من وجهه نظرك هل استاذ محمود حفني النائب عن العياط يشبه غيره من النواب، ام انه نائب مختلف؟ بص حضرتك، هو دلوقتي احنا بقى هو نائب الشعب خلاص، بقى هو اللي بيمثلنا، هو سياده اللواء محمد صلاح ابو امين هم اللي بيمثلونا، بقوا هم نواب الشعب. يعني انا واحد، معلش مع احترامي للاخوه كلهم، انا ولا اخترت ده ولا اخترت ده في الانتخابات، لكن هو دلوقتي بقى هو اللي بيمثلنا، فالنهارده دوره موجود. انا ما اقدرش احكم فتره قصيره، ما اقدرش احكم على النائب دوره ايه في الفتره القصيره دي، من ساعه الجلسات لغايه دلوقتي ما اقدرش احكم، لكن هو متواجد في الشارع. بختلف مع بعض الاخوه، لا مش متواجدين الاثنين. صح، زي ما قال سياده النائب دلوقتي بالنسبه لسياده اللواء محمد صلاح، فعلا عنده ظروف، واحنا عارفين ان هو راجل مثلا موجود برضه في اللجنه بتاع اعداد لائحه مجلس النواب،
بنديله عذر، لكن هل هم هيمشوا على النهج القديم؟ هل هم هيفضلوا زي ما هم؟ طب ما احنا عندنا ما يجوا يقعدوا هم مع الناس ويقعدوا، لو قعدوا مع الناس ومع الشباب في افكار هتطلع من الشباب وتطلع من الناس هتنفعهم هم وهتنفع بلدنا وهتخدمهم وهتخدم بلدنا. يعني شكرا جزيلا لك استاذ محمد. حتى في نهايه لا في نهاية هذا اللقاء نشكر أهل مدينة ومركز العياط وسيادة النائب محمود حفني وزميلي العزيز كمال ماضي، ولكم من مشاهدي قناة تن الشكر الموصول. عودة مرة أخرى إلى الاستوديو. شكرا جزيلا زميلي محمد مجدي، وبشكر كل أهالي العياط اللي كانوا في ضيافتك، ومن أهل العياط اللي كانوا في ضيافتك لأهالي العياط اللي بينضمون مرة تانية عن طريق التليفونات، بينضم الأستاذ عيسى سيد جابر. أهلا بك يا أستاذ عيسى. طيب فقدنا الاتصال بالاستاذ عيسى، يا ريت تحاول مره ثانيه يا استاذ عيسى عشان توصل رايك مره ثانيه. استاذ جمعه، استاذ جمعه. عليكم. ايوه يا استاذ جمعه. صلاح يا فندم، لو سمحت احنا عايزين نوصل بس للاستاذ محمود ان بنقول له احنا اول مره فعلا نحس بنائب عضو مجلس الشعب بيهتم بمشاكل العياط، واحنا بنشكره على كده فعلا، بس عايزين نفكر حضرته ان هو الطريق المريوطيه. ايوه يا فندم. ماله طريق المريوطيه ده يا فندم بيغذي اكتر من 40 مصنع. تمام، اكتر من 40 يا استاذ جمعه. يا فندم الطريق دوت مصنع، يعني بيتكلم على طريق جنزة فعلا ورصفات مصنع، بس الطريق دوت يا فندم بالليل ما فيهوش اي اضاءه. طيب فيها اي شيء تاني يا استاذ جمعه؟ ما فيهوش اي بقى يا فندم، والطريق دوت عليه سكان والنقل الثقيل عليه بيبقى كتير فعلا. والاستاذ برضه اللي اتكلم قبلي قال لك على كوبري الرشاح، فعلا دوت الكوبري ده يا فندم حالته رديئه جدا. شكرا جزيلا يا استاذ جمعه. بنطلب. والاستاذه رحاب، اهلا بيك يا استاذه رحاب. استاذه رحاب، يبدو ان في مشكله في التليفون. اي حد عنده مشكله، اي حد عايز يوصل صوته او مقترحه لسياده النائب محمود الحفني، يا ريت يتواصل معنا عن طريق التليفونات اللي موجوده على الشاشه، او عن طريق الهاشتاج اللي مع حضراتكم برضو اللي موجود على الشاشه اللي هو دائره العياط. طيب مره تانية كلام ضيوف زميلي محمد مجدي اللي كانوا بيتكلموا على نقل السوق، نقل الباعه الجائلين، في معوقات كتيره جدا شايفينها في مركز العياط، واهم حاجه بيطالبوا المسؤولين ان هم يسمعوا الكلام حضرتك. بالنسبه لمشكله برضه اللي في ضيوف على في التليفونات عندهم مطالب تانية، بس ناخد الاول كلام ضيوف زميلي محمد. تمام، بالنسبه لمشكله مدينه العياط، انا بطمن اهالي مدينه العياط واقول لهم ان انا بالفعل تقدمت بالطلب الى السيد محافظ الجيزه، وانا واثق ان هو هيستمع لهذه الشكوى وان هو هيحل هذه المشكله اللي موجوده، لان دي في ايديه هو بقى شخصيا. قصه المستشفى دي طبعا في ايدي السيد وزير الصحه، لكن السيد اللواء محافظ الجيزه انا بأناجده مره ثانيه من خلال برنامجك بان هو ينظر الى مدينه العياط والى مركز العياط. اسمح لي سياده النائب، دلوقتي معانا السيد مدير اداره الكهرباء في العياط الاستاذ فوزي عبد المجيد، طالب ان هو يرد على اهالينا في العياط. استاذ فوزي اهلا وسهلا بيك. استاذ فوزي، طيب حاول مره ثانيه يا استاذ فوزي، يعني هننتظر حضرتك بكل تاكيد سياده النائب. بالنسبه لمشكله مدينه العياط، مشكله المزلقان، مشكله الباعه الجائلين وتوفير اماكن بديله ليهم. العمل موجودين فين؟ موجودين فين؟ في شوارع العياط كلها يا فندم. على منطقه المزلقان دي منطقه حيويه، يعني فين؟ انا رحت عند المحكمه وقدامها في موقف، هل في المكان في ده؟ الشارع ده بقى اللي هو فيه حضرتك الموقف ده كله بقى عجائلين. الشارع اللي فيه الناحيه الثانيه من السكه الحديد ده كله ما تعرفش تمشي، محدش بيعرف يمشي في الطريقين دول، وطبعا دي منطقه حيويه جدا بالنسبه لمدينه العياط، دي مدخل رئيسي قلب البلد، هو المزلقان اللي بيوديك من غرب العياط لشرق العياط والعكس. تمام، مش عارف تمشي في المنطقه دي، ودي مشكله كبيره جدا، وبتحصل مشاكل يوميا بسبب الازدحام الموجود، بسبب الباعه الجائلين بين الاهالي وبعضهم. فانا كتبت للسيد المحافظ الطلب، وكلمت قبل كده مع السيد رئيس مجلس المدينه
وطبعا زي ما بنقول هو طبعا السيد محافظ الجيزة لسه جاي من فترة قريبة، لكن أنا واثق إن شاء الله أنه هو الفترة القريبة اللي جاية ديت هينزل نتمنى زي ما كان متميز في الشق الامني يتميز ان شاء الله بالظبط وده اللي للمحافظه. طيب ينضم لي واني عاتب عليه ان هو المفروض لما كنت قدمت له هذه الطلبات كان المفروض اجتمع بنواب العياط وشاف المشاكل ديت وما كانش اكتفى بالردود الكتابيه من وكلاء الوزاره، لا هو كان السيد المحافظ احنا اجتمعنا بيه وانا روحت له مره ثانيه وطلبت ان هو يجي العياط يشوف مشاكلها لسه من حوالي اسبوع تقريبا. طب حلو، هو وعدني ان هو جاي، اتمنى ان هو يجي. لا ان شاء الله هيجي ويشوف مشاكل العياط على الطبيعه وانا واثق ان هو هيحلها باذن الله. استاذ هاشم بينضم لي من العياط، اهلا بيك يا استاذ هاشم. ايوه اهلا بيك يا استاذ هاشم. ايوه حضرتك في نقطه، اول حاجه النواب ما حدش بيشوفهم اللي بيقول لك بينزلوا بيتواصلوا مع الناس ده كله كذب. ثاني حاجه عندنا مركز العياط منعدم من كل الخدمات، اولا سجل مدني مفيش، سجل مدني واحد في العياط بيخدم 39 قريه طبعا ده ما ينفعش. تاني حاجة مجلس محلي منعدم مرتشي وملهوش اي لازمة من غير مرتشي عشان بس يعني مرتشي. انا هستأذنك بس يا استاذ هاشم، يعني مفيش اي دلائل عليه على كده، فيعني نخلينا بعيدة عن ده، لو في اي مشكلة قول لنا عليها. ماشي عندنا مشاكل كتير قوي، يعني عندنا مشكلة العياط الباعة الجائلين دول في قطعة أرض مخصصة لنقل الباعة الجائلين محدش يتكلم ولا اتحرك ولا نعم. ما هو لسه سيادة النائب بيتكلم قبل ما حضرتك ما تخش على طول في الباعة الجائلين. نعم لسه سيادة النائب محمود بيتكلم قبل ما تخش على طول يا أستاذ هاشم على الباعة الجائلين. ماشي أنا بكلم بتقول إيه حضرتك؟ مستمع حضرتك سيادة النائب محمود لسه كان بيتكلم على الباعة الجائلين على مشكلة الباعة الجائلين. ماشي ده كلامه ما حدش بينفذ يا بيه وإحنا ما بنشوفهمش خالص. أنا واحد من الناس من ساعة الانتخابات لحد دلوقتي وكل الناس، وهقول لحضرتك حاجة، الناس اللي قاعدة مع الزميل الأخ بتاعكم اللي بيطلعوا على الهواء كل الكلام ده نفاق، ما حدش ولا بينزل ولا حد بيشوف حد، كل دي مجاملات. طيب بعيدا عن النفاق وعن المجاملات، إيه اللي أنت عايزه من النائب اللي بيمثلك دلوقتي؟ ان انا عايز اتكلم بلسان كل البلد، ينزل يشوف البلد محتاجه ايه. ايه اللي انت محتاجه؟ ما عندناش اي حاجه، مزلقنا فيش. قال المزلقان وقال الصرف الصحي، اسمح لي عايز ايه تاني كمان بس استاذ هاشم زي حضرتك لا مشاكل يا باشا. وبص اقول لحضرتك حاجه استاذ هاشم، هم عارفين استاذ هاشم استاذنك تسمعني، كل واحد بينزل بياخد الكرسي وما يتكلمش عن البلد. طيب. يا سيدي لك كل الاحترام ووجهة نظرك تحترم تماما، لكن انا بتحفظ على كلامه على الاخوة المحترمين اللي موجودين، وده لا يصح ان نتدنى الى هذا الاسلوب في الحوار. دول ناس افاضل وناس محترمين. الحاجة التانية اللي هو بيقول ما بيشوفش حد، احنا متواجدين دايما في الدائرة. احنا الفترة اللي فاتت زي ما حضرتك تعلم كانت تتطلب الوجود في القاهرة لحضور الجلسات. طبعا كان عندنا بندخل المجلس الساعة 9 الساعة 11 صباحا، احنا كنا بنقول الله يكون في عون النواب في اول فترة، بس بعد كده مش هيبقى ليكم حجة يعني في اول فترة ماشي يعني بالظبط. يا اخوانا احنا بقى لنا قد ايه نواب؟ احنا بقى احنا ما كملناش شهر. انت بتكلمني في ايه؟ ده احنا لم ما كملناش شهر. انا بحترم كلام الاستاذ محمد اللي كان بيتكلم وبيقول لك هم بقالهم لسه ما نقدرش نقيم. استنى يا سيدي، لما احنا البرلمان الى هذه اللحظه كلها جلسات اجرائيه، انتوا لسه ما عملتوش اللي حصل اللي تنظم شغلكم للمجلس لسه الى الان لم تقام. انتخابات رؤساء اللجان وهيئات اللجان الى الان لم تتم. فانت حضرتك بتكلمني في ايه وبتعاتب عليا في ايه؟ طيب استاذ محمد بينضم لي من العياط، اهلا بيك يا استاذ محمد. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك احمد يا فندم من العياط. استاذ احمد بعتذر يا فندم، انا بس على حضرتك ومس على الشيخ محمود الحفني نواب مجلس العياط. احنا بنتكلم عن الصحه واحده واحده وربنا يوفق البلد وهتمشي واحده واحده. انا نلغي ملف الصحه بقى ونخش على مجلس المدينه. مجلس مدينه العياط يا فندم هو اللي اخر البلد، هو والمحليات اكتر من 100 سنه لقدام. يعني احنا لو عندنا مجلس مدينه صح، رئيس مجلس مدينه صح، مدير اشغالات صح، مدير املاك دوله صح، وشغل من نار ومن حديد، البلد هتنضف لقدام. انما هم سايبينها كلابه على ديما، ما فيش سائل على المسؤول. وفي تعديات في شارع شكر الكواتلي يا فندم بين الامارات داخل جيب المهندس عبد الظاهر رمضان عبد الظاهر رئيس مجلس المدينه السابق ومدير الاملاك والاشغالات في مجلس مدينه العياط بمعرفه السياده رؤساء مجالس المدينه اكثر من 300,000 جنيه بالتصدر على قرارات الازاله. يا فندم ده فضيحه في العياط، ده في بلاوي سودة.
طب لو في يا استاذ احمد، لو في اي شيء انت شايفه ما تتقدم للنائب العام، ما تتقدم ببلاغ يا فندم. يا فندم انا بكلم حضرتك كده والسرعة ربنا علينا بدل ما يجي ياخدوني من البيت. انا بكلم حضرتك بصارحك، بقول لك دخل مجلس المدينه جيبه 360 الف جنيه تسطر على قرارات الازاله منذ عام 2011. يعني في نائب دلوقتي ومعاه حصانه ومش هيخاف من الكلام ده كله، هيعبر عنكم لو في مستندات حقيقي وفي كلام بدون كلام مرسل يعني ان شاء الله. استاذ محمد بينضم لي، اهلا بيك يا استاذ محمد. استاذ محمد، طيب الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك محمد النبو من مطفيه. طيب توطي بقى التلفزيون وتسمعني من التليفون، يعني الكلمه بتاعتنا الشهيره دايما يعني التليفون بلاش التلفزيون. ماشي حضرتك. اولا بمسح على الاستاذ محمود عبد المعز الحفني. الله يخليك يا استاذ محمد، اهلا وحضرتك. والله احنا عارفين حضرتك وعارفينك انك انت راجل محترم، وعشان كده انت خدناك من المقطفيه. الله يكرمك. وشريت والله تبص الموضوع مزلان المقطفيه عشان ما يجيبش مشاكل بعد كده. حاضر. مزلان يا فندم المقطفيه، قريه المقطفيه. وبعد وحضرتك كمان والله المقطفيه دي عايمه على صرف صحي، يا ريت تشوف العياط نفسها يعني عايمه على المستشفى بتاعت العياط عايمه على صرف صحي، يعني ده ما فيش اكتر يعني من مستشفى الموت والمستشفى الموت. طيب بشكرك يا استاذ محمد. طيب سيد المقدم عبد المجيد على المعاش، اهلا بيك يا سيد المقدم. طيب في مشكله في التليفونات، يعني ضغط التليفونات ما شاء الله يعني. طيب برضو اي حد من حضراتكم من مركز العياط عايز يقول اي حاجه، يوجه اي شيء، مطالبه، اقتراح لسياده النائب محمود الحفني ممثلكم في مجلس النواب، يا ريت برضو يتوجه لينا، والتليفونات موجوده على الشاشه. طيب معانا برضو وبرضو الهاشتاج، دائره العياط، طيب معانا برضو احد التليفونات من العياط. مين معانا؟ الو. ايوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا استاذ شريف. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل. حضرتك انا من العياط، من العطف. مركز العياط عموما، مش هتكلم عن العطف نفسها او عن 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 قريه بعيد عينها. مركز العياط عموما في كم اهمال بشع، يعني ممكن تقول مركز مهمل. اخر حاجه في الجيزه بقى، يعني اخر اهتمامات الجيزه بالظبط، عارف حاجه كده هتقع خلاص. يعني على شفا جوف النهار خلاص، مفيش تعديات على النيل فظيعه. ما تتوصفش. تعديات على النيل، ما شفتش انا جزء النيل دي. يعني ردم في النيل، ناس بتعمل فيلل على النيل وبانية وردمة. في طبعا وزارة الموارد المائية بقى والري. نعم. الكوبري الدائري. ماله الكوبري الدائري؟ الكوبري الدائري اللي بعد البليدة مباشرة. طريق اقليمي رهيبة تحتيه، وتثبيت عربيات وحاجات زي كده. واعتقد يعني امني اللي بياخد كارتة على الكوبري الجيش، الكوبري مش متأمن. يعني حضرتك لو طالع بعربيه وحصلت اكتر من حادثه، ويمكن الاستاذ محمود عارف الحاجات دي، وانا اسف ان انا ما رحبتش بالاستاذ محمود. يا اهلا بيك يا استاذ شريف، يا اهلا وسهلا. المستشفى طبعا شيء لا يوصف، الاستاذ محمود عارف الكلام ده. الباعة اللي في الشوارع، احنا كده بنتكلم في 50% من الكلام على المستشفى. لا بالظبط، يعني بص مش 50% المستشفى من قديم الازل وهي كده، كل اي حاله تروح لها تحويل، يا اما ابره وروح. ما بصي وحده صحيه بالظبط، يعني الوحده الصحيه هي هي المستشفى اللي موجوده في المركز، زائد انها بتخدم اكثر من 30 قريه. اقرب مستشفى الحوامديه على بعد حوالي ساعه، يعني لو مريض تعب وتحول للحوامديه اللي هي احسن نسبيا، المريض ممكن ينتهي في الطريق. زائد انه طبعا في تحويلات للقصر وفي تحويلات للحاجات زي كده، مسافات بعيده جدا. ده احنا بنتكلم في العياط اللي هي يعني في محافظه الجيزه، ما دخلناش على على يعني على سهاج ولا المنيا ولا المستشفى نفسها. ما تلحقش المريض، ان هي لو حبينا نحول المريض لمستشفى الحوامديه عشان ياخد تحويل لمستشفى العياط ويروح الحوامديه قدامه ساعه في الطريق، مين يضمن انه يفضل كويس؟ والله شيء يزعل. زائد فوق ده كمان، معلش انا اسف، الشوارع كلها حاجه فظيعه، يعني ممكن تقول ماشي في ارض عباره عن خطوط. عندنا يعني
يعني متطاط. الطريق مش ممهد طالع يعني نادر ارض هتزرع ارض مخططه طالع نازل حفر نقر بلعات ما تعرفش ازاي وتنزل شويه مطره تبقى خلاص يعني بقى الطين. انا بشكرك المطره دي بقى كانت الاسبوع اللي فات فيه مطره ممكن اقول لك حضرتك كل الناس يعني مش عارف اقول كان انا عارف والله يعني عارف والله استاذ شريف انا بشكرك شكرا جزيلا. طبعا احنا شايفين السوق برضو بتاع العياط والحاله اللي موجوده فيه ده طيب. شوارع مش السوق مش منطقه السوق ده الشوارع اهو ده شوارع العياط. طيب استاذ محمد بينضم لي برضو من العياط اهلا بيك يا استاذ محمد. الو ايون السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بيك يا حاج محمد. بنرحب العضو المحترم الاستاذ عبد المجيد الحفني. يا اهلا بيك يا حاج محمد اهلا وسهلا. حاج محمد حاول مره تانية تتواصل معنا يعني بزعل قوي لما بسمع الصوت ده بيبقى في حد عايز يتكلم رايه وبعدين يعني. طيب استاذ تامر من العياط اهلا بيك يا استاذ تامر. السلام عليكم يا باشا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا باشا تامر دسوم العياط معاك. اهلا وسهلا يا باشا. حضرتك احنا روحنا عشان ما مش عارفين احنا ما فيش اي حاجه تصلح في مركز العياط. الارض اللي احنا ماشيين عليها نفسها ما تصلحش. ما فيش مدارس يا استاذ ولا في صحه ولا في طريق ولا في مستشفيات ولا في مجلس مدينه ولا في رعايه لاي حاجه كده. ما فيش بلد خلاص يا استاذ تامر. يا باشا بعد اذن سيادتك المشاط الميه اللي احنا بنشربهم مش عارفين نشربهم. الصرف العربيات الكاسحه بتطلع على البحر عندنا. مجلس مدينه ما فيش مجلس مدينه. المدارس نفسها يا استاذ الفصل فيه 70 طفل. البياعين على المزلان عندنا مزلان الموت. احنا تعبانين من كل حاجه يا باشا والله والله يا وجهه نظر حضرتك وصلت لسياده النائب وبالتاكيد للمسؤولين اللي بيسمعونا دلوقتي. يعني اتمنى وعلى راسهم السيد محافظ الجيزه وكمان السيد الوزير وزير الدوله للشؤون ليه نقدر نقول ايه وزير الصحه بالنسبه للمستشفى وزير الصحه ده في حاجات كتير وزير الاسكان وزير الصحه وزير البيئه وزير الاسكان حاجات كتير. هنروح فين ولا وزير النقل والمواصلات اللي عايزين استجوابات ليه شكل النقل كبيره. طيب استاذ محمود حداد اهلا بيك يا استاذ محمود. ايوه يا فندم معاك. اتفضل يا استاذ محمود. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بمت على سياده النائب وبقول له الله يقويك وكلنا معاك ويعني بنذكر مجهوده وهو موجود فعلا على الارض معانا في كل مكان. الله يخليك يا استاذ محمود. ما يبصش لاي حد بيتكلم لاغراض معينه هو فاهمها كويس وكفايه وقفته معانا في كل حاجه وبالليل في كل وقت وبالليل قبل النهار. لا احنا بنحترم وجهه نظر اي حد واحنا كل اللي بندعمه ربنا ان احنا نكون عند حسن ظنكم دايما ان شاء الله. وربنا يبارك فيك والمسيره كامله. طيب يا حاج محمود يعني يا حاج محمود عايز ايه من الاستاذ محمود؟ والله انا يعني كل اللي انا يعني ارجوه من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعني ربنا يوفقه في موضوع المستشفى اهم حاجه. ربنا ييسر. طيب يا استاذ محمود بشكرك شكرا جزيلا. استاذ معتز عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا ست النائب؟ اهلا وسهلا استاذ معتز. ازي حضرتك؟ انا ارجو من ستك الست النائب تنظر للمدرسين اللي شغالين على الصندوق الاجتماعي اللي هم تبع المحافظه كل 3 اشهر بيقبضوا. يعني نرجو من سيد المحافظ وزير التربيه والتعليم ان هم يثبتوا على 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 وزاره التربيه والتعليم مش على الصندوق الاجتماعي تبع 40 قرية تبع مركز العياط تبع الإدارة التعليمية. ده عقود مؤقتة. وأرجو من سيادتك إن أنت على أرض الواقع تنزل وتحل مشاكل القرى ال 40 قرية وتسمع مشاكل المواطنين. وأنا مش مع رأي الأستاذ محمود اللي اتكلم قبلية وشكرا. شكرا يا أستاذ معتز. إحنا عندنا حاجات كتير أوي. عندنا آخر حاجة المدرسين والصناديق الخاصة اللي كان بيتكلم عليها الأستاذ معتز. دي مشكلة كبيرة جدا إن في عدد كبير من العياط أكتر من 700 موظف في الصناديق الخاصه مش عارفين مصيرهم ايه لحد الان. الصناديق الخاصه يعني ازاي بيقبضوا الصناديق الخاصه يعني عقود مؤقته ولا ايه بالظبط؟ بالظبط ما تمش تثبيتهم ويقبضوا من الميزانيه العامه للدوله بقى لهم سنين. طبعا. ولا من الصناديق الخاصه؟ لا من المفروض هم يثبتوا بعض الميزانيه. هم المفروض بقى يثبتوا لانه بقى لهم اكتر من 5-6 سنين. يعني في ناس في الصحه حوالي 70 واحد قبلوني في مستشفى العياط. في طبعا في التربيه والتعليم حوالي 400 وديت طبعا مشكله كنا متفقين احنا وعدد من زمايلنا النواب ان احنا نتكلم فيها بعد عرض قانون الخدمه دي حاجه بقى إن شاء الله. تنظيم الاداره يعني ان شاء الله عن وزير المالية عن نقدر نقول يعني مسؤولياتك ولا برضو انت تقدر تتكلم بصوتهم؟ احنا لازم نوصل دورنا ان احنا نوصل توصل صوتهم يعني دورنا ان احنا نوصل صوتهم. طيب
تعديات على النيل؟ بالفعل كان في تعديات كتير، لكن انا شايف ان في حملات كويسه لازاله هذه التعديات. والاهم من التعديات على النيل التعديات على الاراضي الزراعيه، وان كان عدد من اهالينا اللي موجودين في العياط هيزعلوا مني، بس التعديات عندكم على الاراضي الزراعيه كتير جدا. الاراضي الزراعيه دي يعني اكل ولادنا ويعني مستقبلنا. لو انت تعديت على الاراضي الزراعيه، طب ما انت عندك الصحراء، ما تبني في الصحراء جنبك، عندك ظهير صحراء كبير. استاذ كمال، قبل ما الوم الناس انا عارف ان هم هيزعلوا جيدا، لا بس يعني في حاجه، ما هو في حاجه، انت عارف حضرتك اخر كفدون معمول في مركز الرعايه سنه كام؟ تصوير جوي سنه 85. طب ده ينفع من سنه 85 بتحدد لك كفدون القرى من سنه 85؟ عايز تكبر الكفدون طبعا. الناس دي تبني تروح فين؟ حدد كفدون البناء بالنسبه لكم. انتوا يعني عندكم اراضي بسم الله ما شاء الله. اصلا طلعت القاهره من عن طريق الصحراوي، فشفت الصحراء عامله ازاي، جنبكم اراضي كتيره جدا. هي العياط الدخل الرئيسي فيها بيعتمد على الزراعه، ودي مشكله تانية بتواجهنا، ان اغلب الفلاحين من ابناء العياط تركوا الزراعه واتجهوا للعمل في شركات النظافه بالجيزه والقاهره. ليه بقى؟ لعدم وجود دعم كافي للفلاح ان هو يزرع ارضه، لارتفاع سعر الايجار، مفيش اي نظره للفلاح، مفيش دعم بمعنى حقيقي للفلاح. انا المفروض ان انا عندي مدخلات الزراعه بتكون من تقاوي ومبيدات وسناد وافشاد، مفيش افشاد عندي زراعي موجود بالمره. وانا شخصيا كان ليا تجربه شخصيه في هذا الامر في الزراعه، انا كنت بحب جدا موضوع الزراعه ده. مفيش، عشان تقعد تستفشد بمهندس زراعي يقول لك تعمل ايه وتزرع ازاي وتعمل، مفيش الكلام ده، مش موجود. عندك نقص غير طبيعي في الميكنه الزراعيه في العياط، دي كلها مشاكل بتواجه الفلاح. تعديت على الطريق الدائري، احد برضو المتصلين نتكلم عليها. على الطريق الاقليمي يمكن في فتحات معموله بطريقه غير مشروع طبعا، اللي هي نزلات مش اصلا مش في مخطط الطريق، يمكن دي اللي بيقصدها يعني. مزلقان المقطفيه، قريه المقطفيه، قريه المقطفيه استقلت بمدخل خاص بها نتيجه لظروف معينه، وبتطالب باعتماد هذا المزلقان. المشكله انه في مزلقان قريه كفر قاسم قبلها بمسافه تقل عن 500 متر، فمن هنا هيئه السكك الحديديه ترفض اقامه مزلقان المقطفيه، مع انها قريه المفروض ليها مدخلها الخاص بها، وكان في ظروف قبل كده تحتم ان انا اعمل لها نص. دي ظروف غير طبيعيه، والدراسات الامنيه بتؤيد اقامه مزلقان المقطفيه. ليه ما نقوموش؟ ايه المشكله لما يكون اقل مزلقان الموت اللي كتير قوي بيتكلموا عليه، اللي هو مزلقان العياط؟ وانا بالنسبه لمزلقان مدينه إيه العياط، يعني ايه الحل؟ تطوير المزلقان، تطوير بس، تطوير المزلقان يكون مثلا رفع الباعه الجائلين من هذه المنطقه اللي انا عايز ازيدها. تطوير المزلقان ازاي؟ يعني بالشكل اللي احنا بنشوفه في شوارع مصر او في المزلقات المصريه طبعاً، ولا زي ما موجود في الخارج؟ في يعني طبعا آلة تنبيه عند قدوم القطارات، يبقى في مش بالسلسله زي ما مش بالسلسله بمصدات حديديه، يبقى في حد متابع. تطوير محطه العياط نفسها، زي ما احد المتصلين حكى انه في شاب الله يرحمه ويصبر اهله كان من فتره بيركب قطار العياط، واحد الناس خطف منه الموبايل بتاعه، الراجل نزل عشان يجيب الموبايل، الناس الحراميه المنتشره في المحطه، ودي مشكله طبعا كبيره. الراجل نزل تحت القطار وتوفى الله يرحمه. طيب يعني عندنا طرحنا عدد كبير من المشاكل، استقبلنا تليفونات كتير، وكان معانا برضو على الهواء مع زميلي محمد مجدي عدد كبير من اهالي العياط، حاجات كتير طرحوها لحضرتك وحملوها لحضرتك، يعني بمعنى اصح ان انت تكون صوتهم في مجلس النواب، وبالنسبه كمان للمسؤولين نتمنى ان يكون فيها ولو حتى نصها، لو اتحل هيكون يعني امل كبير قوي لاهل العياط ولحضرتك ان شاء الله. انا بوعد اهل العياط ان انا وزميلي النائب محمد صلاح هنفعل كل ما في وسعنا لحل مشاكل العياط، وانا من برنامجك ده بناشد سيد رئيس الوزراء، بناشد السيد وزير الصحه بتحويل مستشفى العياط الى مستشفى عام،
وعمل اللازم من المستشفى. واحنا بنضم ليك الاستاذ محمود الحفني عضو مجلس النواب عن دائره العياط، شرفتني. انا بشكرك جدا على الدعوه الكريمه دي. شكرا جزيلا يا فندم. وبرضه الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على طيب المتابعه. هذه تحياتي انا كمال ماضي في رعايه الاهلي.